وأجواء الفرحة معكم كنت كلمونا على 70 035 120 70 035 120، وعيد على عزيز عليك والحياة فم تفرح بيك، وإن شاء الله عيدكم مبروك على الحياة فم. إن شاء الله عيدنا مبروك وعيدكم مبروك الناس كل اللي برانشوا معطينا الموجة عدت هكا. إن شاء الله نبدأ السبيسيال نتاعنا بلاتو العيد، إن شاء الله هكا دايمنا الكل عيد، إن شاء الله نتعدى خفيف، إن شاء الله تصوموا وتفطروا فطرتوا بالصحة وصمتوا بالصحة، هكا إن شاء الله باش نعديو معاكم إن شاء الله سبيسيال حتى الستة متاع العشية، أربعة سوية إن شاء الله باش نكونوا معاكم فيهم بأكيب كاملة كيما تعودتوا بينا إن شاء الله في بداية رمضان. الناس اللي تبعتونا، الناس اللي حبيتونا واسمعتونا من الصبحية حتى للسهرية حتى للسحور، وإحنا معاكم أكيد نحبوا نسمعوا أصواتكم، نحبوا نشارككم فرحة العيد. إن شاء الله هكا أيامنا الكل عيد، وإن شاء الله ديما يا ربي أيامنا منورة. هذه هي زهرة لافم، هذه هي الحياة فم أكيد، ودائما على أرقام الهواتف متاعنا. احنا باش نقربوكم اليوم من البعيد باش ندخلوا إن شاء الله لدياركم باش نشاركوكم الفرحة التقاليد، نشوفوكم إيش عاملين أكيد على أرقام الهواتف متاعنا من توا معليكم كانت قيدوا نوامركم على 70 035 120، على 70 035 120. احنا ان شاء الله باش نكونوا معاكم بلاتو سبيسيال تيلة اربع ساعات، ان شاء الله نحبوا هكا دائما دائما نشوفوا الناس اللي تبعتنا ونسمعوا اصواتها معنا العيد. تحية كبيرة لكم ساعة الناس اللي قاعدة في ديارها، الناس اللي قاعدة أكيد تفطر زيادة المحلة، الكلمة مازلنا متعودناش بها ما سيبون القيد هذه هو المحلة وقيد فطور، وفما برشة من العائلات القيروانية الفطور متاحهم اليوم نغمة الملوخية. على ما نعرفش نشوف شكون اللي طيب الملوخية وشكون خذا مهبة العيد وشنية العادات والتقاليد الأخرى اللي باش نكتشفوها معاكم أنتوما في دياركم. أنتوما يا جماعة ما عليكم كان نعاود نذكركم بأرقام الهواتف نتاعنا، تكلمونا على 70 035 120، على 70 035 120. تحية كبيرة لكيب تكنيك اللي باش يكون معانا لليوم، زميلنا أحمد المخلوفي في الإخراج التقني الصوتي، زميلنا سهيل معانا في الديجيتال، جماعة كلها هكا إكيب الحياة الكل منورة، الإكيب الكل جميلة، وخاصة أنس الوحيدة اللي مسلكتها اليوم، قالت احتجت اليوم قالت أنا ما كبرتش على المهبة متاع العيد، وأصرت إصرارا أنه خذيت الحمد لله المهبة متاعها من عند الإكيب الكل، إن شاء الله ديما فولة عندك. سينو زيدا معاكم نور بيجي من قدام الميكرو، نعاود نذكر لأنس باش تستقبل اتصالاتكم رغم عليك كان تلتحق بالسونداج، خاطر ان شاء الله باش نستقبلوا تليفوناتكم منين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا في العالم، خاطر نعرف برشا منكم يحبوا يدخلوا معنا ويحبوا يتواصلوا معنا، احنا خطوطنا باش تكون محلوله لكم انتوما، ونحبوا نسمعوا اصواتكم ونحبوا دائما نفرحوا بكم. معاكم نور بيجي من قدام الميكرو، ودائما احنا منورين ديما معنا ليكيب المزينة. عيدك مبارك وعيدك مبروك وعيدك مزين، كيفك حمزة بالشيخ؟ مرحبا. الليلة عيد، الليلة عيد، الليلة عيد، الليلة عيد، فرحة فرحة والعمر جديد، العمر جديد، العمر جديد، ربي تم علينا أفراحنا ويجمع شملنا سنة وسنة، ربي يتم علينا أفراحنا ويجمع شملنا سنة وسنة. في ليلة زينة يتم الهنا، في ليلة زينة يتم الهنا، الليلة 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 عيد. مبروك
عيد سعيد، عيد مبارك، كل عام وأنتم تحتفلون، وكل عام ونحن نحتفل، وكل عام والأمة الإسلامية كلها بألف خير. إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والصحة والبركة. الناس اللي تسمع فينا، الناس البرونشية على 93.3، خليكم موجودين معانا، مانيش نزيد برشا على قلته نور، تستنى فيكم برشا مفاجآت، كادوات، حلوا تليفوناتكم، خليكم برونشي، كلمونا، كل شيء موجود اليوم، الجو، الفن، الحكايات، الضخامات، الحلو، فاحة ريحة الحلو والملوخية والدنيا، فهمت الله، سمعت الله. إن شاء الله أجواء يعني حافلة برشا. نعاود نذكر بأرقام الهواتف نتاعنا دائما، راه الخط محلول على ذمتكم، على 70 035 120 70 035 120. صلاح يا مرحبا بالعيد. مرحب مرحب بالعيد، العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد. غنوا معايا وقولوا، غنوا معايا وقولوا أهلا أهلا بالعيد، يا رب تكتر أفراحنا وطرح فيها البركة وزيد. أهلا أهلا، عيدك مبروك، عيدك مبارك يا سيدي، مساء البهجة، مساء الفرحة، مساء السعادة، مساء العيد عليك يا نور وعليك يا حمزة وأحمد، مساء الفل وحبيبي اللي منورنا. ايوه اللي عاوز مني المهبه ده هشوفك بعدين. والحمد لله النهارده ان شاء الله يعني يوم مميز معاكم، لما للساعه 6 ان شاء الله نستقبل اتصالاتكم ومفاجات كتير. وخلوا مهبه العيد علينا احنا. احنا معنا الكادوات، عندنا الكادوات اكيد، وقت اللي تكلمونا باش يكون عندنا برشا مفاجات. اليوم يوم عيد بامتياز، بما انه الطقس الساعه نحسوه الصيفي بالكدي توا 26 درجه، درجه الحراره في القروين سبوع، تحس الطقس معناها ربيعي عاطي. فما خاصيه راي سبيسيال على الاخر انا لاحظتها، شوف معايا كان انت لاحظتهاش ولا الحاضرين معانا في الاستوديو هنايا، راه كل عيد راه نهار الاولاني سخانه، راه ما عندكش فكره بحق والله. هو لما حلا فما عيد هو تبدا سخون والمترتب، نحكي على العيد الصغير هذاك كبير، خاصيه العيد الكبير هذيك فهمت كل شيء، قلت خاصيه النوادر. العيد صغير بالحق، راهو كل نعرفش احمد كان هكا في بالك شي سهيل صلاح، كل عام يجي سخون مش نورمال، يجي سخون صح. ان شاء الله ربي ينعم علينا، ان شاء الله هكا سخون بالهدي. تحس ان ربنا في رمضان بيبقى ساترها معانا في موضوع الحر وموضوع السخانه ده، يعني الواحد ما بيحسش لا بعطش لا بشوق لا باكل لا بجوع لا باي حاجه، كان خلاص الشمس بتبقى محبوسه، اول ما بيجي العيد خلاص بتنطلق هي كمان. والحمد لله، لا الحمد لله، رمضان تعدى سنه معناها خفيف نظيف ما فيهوش برشا تعب. سينو احنا نحبوا هكا الناس اللي تبعتنا، هذه راهو بلاتو ليكم انتم يا جماعه، ديدي ليكم انتم، الناس اللي تبعتنا، الناس اللي سمعتنا، الناس اللي ديما هكا معدله الموجعه 93 ورافقناها في كل البرامج. نعاود نذكر ارقام الهواتف نتاعنا 70 035 120، نحبوا هكا نفرحوا بيكم، وخاصه خاصه نسمعوا اصواتكم. بلاتو نتاعنا ان شاء الله باش يكون متواصل حتى للسته نتاع العشيه، برشا موزيكا تستنى فيكم. مرحبا بالناس الكل على زهره الفم. أجواء العيد، مرحبا بالناس كل معضلة جات علينا عب 93.3، هذه هي الحياة تفهم، هذه هي الزهرات لفهم. أكيد الإذاعة اللي تقربك من البعيد، ودائما احنا في استقبال اتصالاتكم، وديما نحبوا نبارتاجيو جو العيد معاكم. معنا وداد في التليفون، مرحبا وداد، عيدك مبروك علينا وعليك، عسلامة، عيدك مبروك لله. الله يخليك يعيشك يا لله، مرحبا بيك، شنيا حوالك، شنيا الصحة؟ الحمد لله لاباس، هنا ان شاء الله كملنا رمضان والحمد لله لاباس، هنا اليوم عيد ونستغلي الفرصه نحب نعيد على اهلي والناس الكل تعرف وداد. ممكن اكيد يا وداد، اما ساعه قبل قل لي ساعه احكي لي بحدا شكون ملمومين الجماعه. والله انا في داري محدا ولدي وراجلي. اي فما لبسة عيد، ولدك ساعة قداش عمره؟ تصور مازال صغير. ولدي عمره 14 سنة. الله مصلي على النبي، الله مصلي على النبي. فما لبسة العيد، فما مهبة، كيفاش كاين اليوم هكا صبحية العيد؟ والله ساعة مازلنا ساعة، يعني تصور مازلنا كي كملنا الفطور وكملنا خبز الدار. يا لالا يا لالا، وشنو الفطور اليوم عندكم غادي وليد؟ ها باش نسأل. فم يا ملوخيه اليوم يا جماعه، تعمل كفتيجي ولا يشوف كفتيجي؟ صحيح صحيح، ملوخيه ملوخيه. اللهم صل على النبي، ان شاء الله بالصحه وبالشفاء. وقتاش ركبت ملا الملوخيه؟
ركبت من البارح. من البارح من البارح كهو هذاك هو نصور اخر حاجه في رمضان نصرفوا ونقضيوا قضيه الملوخيه ركبوا الملوخيه وكهو به ياسر. فما الوديد الحلو حليته في الدار شريته كيفاش كان هكا التحضيرات؟ شيء حديت في الدار عملت في الدار وحدي. شنو اللي عملته في الدار؟ عملت صنصة وعملت كعب الشوكولاتة وشريت كعك ورقة وصابلي. فوالا يعني ديما هذاك هما المسند الرسمي كيفاش حلو الحلو تلقاه ديما الصمصه ولا الخريبه ولا السابلي هذوما الحاجات اللي يعني التوانسه يمشوا لهم خاطرهم اسهل اسهل حاجه. اما هو يقول لك شريه ولا تحير عليه. ان شاء الله بالصحه يا وديد وبالشفاء لالا. وديد على شكون تحب تسلم؟ على شكون تحب تعيد؟ توسع بيك شويه معايا خاطر العيله الكل. يا لالا احنا معاك لونتين الكل وليك عيد على اللي تحب. عايش الغاليه يا لالا الله يخليك. يلا نرحب بابا تجيني بالكناني وامي مفيه خشينه ربي يفضلهم لك ومتعيدكم في الجنه يا ربي. امين يا رب. ونحب نعيد على راجلي صوفيا النقره وولدي ايهاب نقره ونعيد على اخواتي زهيره وراجلها سلم العياري وصغارها سوار ومحمد ريان العياري واختي وهندا وراجلها صالح بن جيمه وبنتها هدير وربي فضلها لهم واختي سماح وراجلها نافع السيف وصغارها ريتاج محمد واختي الصغرونه نبيله وراجلها لسعد السيف وولدها محمد ريناس. ونحب نعيد على دار نقرا الكل كل 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 القروات ودار سناني بنات عمي وبنات عماتي والكل ودار دار خشينا الكل خليتي بربي وسع بيت معي شويه. يا بنتي معاك معاك نحبوك ما تنسى حتى حد خاطر امي يتغشوا. الو انا معاك رد بالك تنسى هاني معاك يا وديد. ايه خليك ايه جميله خاتي محبوبه وخاتي نعيمه وخاتي فوزيه وربي يرحم خالي محمد خشينه الله يرحمه الشيخ محمد ويرحم خاتي شريفه وشدلي. ونحب نقول عيدك مبروك زملائي في العمل بجمال القيروان وعلى راسهم السيد الرئيس حمادي المسعودي والكاتب العام مبروك حنزولي واصحابي لانتين أنيسة المهدواني سيام السبوعي وغرفة المدر ورحمة البكوش ورفيقة حمداوي ويسرى رماح وسارة شريف وشادية حندوسي وسمية ودرة وعزة وكيفة الإداريين والتقنيين والعمل الكل كل كل يعطيك الصحة. ايه واللي يعرف يدد بالكناني الكل كل كل يعطيك الصحة ويدد. ونحب نعيز على الأساتذة نتاع ولدي إيهاب نقرا بمعهد ابن رشد الخاص كل 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 وعلى راسهم سي عبد الله اللي هو زميلكم عبد الله الحطاب. يسلموا عليه. عبد الله الحطاب. ونحب ربي بالنسبة هذه أختي زهيرة الكبيرة اللي هي في مقام أمي البارح عيد ميلادها تهديلها غنية عيد ميلاد. الله ونحب أكيام وجيراني الكل اللي في الجامع البالي في المنصورة الكل 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 فردا فردا يا لله الله وحد عليك ساعة عايشك عايشك يا وديد. جو السؤال باش نسألك. نعم هذوما الأسامي اللي كنت تقول فيهم كتبتهم في ورقة واستحضرتهم الكل خلنا نفهم. لا 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 كتبتهم لأني تخاف تنساش شكون اللي يلوم عليها. لا خاطر كان قلت معناها ماهيش كتبتهم الله وحد على الميموار نتاعك معناها ويعطيك الصحه كيفاش لا الناس كل ذكرتهم معناها وعطتهم كانوا بالاسم بالعائله والله لو مستحضرات تعين مستشار على طول هي ما شاء الله. لا يعطيها الصحه. يا ليلى ان شاء الله هكا عيطت على الناس الكل واحنا زاد نعيدوا عليك ونعيدوا على الفاميلي الكل لله وان شاء الله هكا يكونوا سمعوك ووصل لهم العيد نتاعك المزيان ويعطيك صحه هكا اللي دخلت معنا على الحياه فيم وتفكرت العزيزه عليك. سينو نسلم عليك برشا برشا يا وداد مره اخرى. سينو نفكروا زاده اللي خطوتنا
محلوله ليكم اللي تسمعوا فينا في القروان واللي خارج القيروان اللي يحب يسلم على عائلته. يا جماعه احنا لونتين الكل ليكم اليوم, لونتين الكل ليكم, تنجموا تحكيوا وتنجموا تحكيونا على الاجواء العيد, على يعني الجو اللي في الدار والعادات والتقاليد, وبيان سور تنجموا تعيدوا على احبابكم وعائلتكم واصحابكم الكل على خطوتنا وعلى 70 035 120. قبل ما نخرج موزيكا حمزه, فما ملوخيه اليوم؟ فما ملوخيه من البارح طايبه, مش اقل فتره زاده طايبه تبارك الله. البارح تعملت صباح بدت طيب هكا سله سله على على الكانون وعلى كل الحاجات هكا الكار الزمني وكل ملوينك تبارك الله. كانون كبير ومجماره ودنيا وكذا, فهمتني, في الواحد الفخار نتاعها في كل معجن الفخار نتاعها وقاعدة حصيله قبل شقة الفطر بربع ساعة. البارح معناها حاضر, البارح حاضرة. أمي قالت لي تشق فترك بالملوخية, قلت لها والله واحد ريق وشيء بس هي متاع العيد, معناها متاع العيد هكا تجي بي صلاح. احنا عنا الملوخية في تونس, اش عندكم في مصر؟ يعني الفطور اللي تاكلوه نهار العيد ولا صبحية العيد, أكثر حاجة يأكلوها الشعب المصري؟ أولاً قبل أي حاجة أنا هأخذ البهبة بتاعتي منك ملوخية طبعاً أكيد هنطلع من هنا على طول نشيو نعمل صحيين ملوخية. شوف إحنا عندنا في العيد تاني يوم, عموماً تاني يوم العيد مقدس, أكلة اسمها الفسيخ. الفسيخ الفسيخ ايش هي الفسيخ؟ أسماك مملحة. بس في ناس تقول عليها, يعني ما في ناس تاكلها يعني ليها ريحة معينة, لان الاسماك دي اللي هو السمك البوري. اللي عندنا البوري اللي بيتحط في الملح وبيتحط في اكياس, يعني يتحط الملح في الخياشيم كما العادة الصفاقسية, ويتحط في مكان مظلم لمدة 10 ايام, وكل يومين يتقلب في اتجاه لحد ما يتطبخ من الملح بتاعه. تمام, يولي السمك الطبق من الملح او وهي الطبق. طريقه للتخزين اتعملت هذه, وانا على ما اظن صلاح يذول لي وقت الفراعنه اتعملت الحكايه كمان هكا. ايوه اكيد اللي لا تعتبر يعني فكره التحنيط حاجه زي كده, اللي اضافه المواد اللي كانت موجوده فيها الفراعنه. ده بالنسبه لتاني يوم. اول يوم بقى مقدس اللي هو الفطار بتاع الصباح كده, بيبقى كحك وبسكوت مع الشاي. كحك وبسكوت مع البوتيفور والغريبه اللي هي الحلويات المصريه كده مع الشاي. عندهم غريبه زي عندهم غريبه غريبه الحمص زادتهم عندكم؟ لا, بتتعمل بالفرينه وعلى مكسرات, وفي ناس بتحط عليها حمص. تمام. الفطور نص النهار او اللي هو الغداء عموما ده لحمه عموما, يعني بس لحمه بقى اللي هو العجول. ايوه, اللحمه والرز المعمر في الفرن. ايوه, ها وبنعمل الفطير المشلتت. ايوه تمام, الفطير المشلتت. الفطير المشلتت والرقاق, يعني بتلاقي الاصناف اللي الناس كانت محرومه منها في رمضان الكل موجود على الطاوله. بس هو عموما الناس بتطلع من رمضان خلاص المعده, يعني بتقول لك ابوس ايدك ما تضغطش عليا اكتر من كده, يعني خدني بالسياسه انا بنت ناس برضو. نفس اللي صار نفس اللي صار لينا البارح, حلو على كفتاجي في الليل نبدا, عرفت يقول ليه وتحس خاطرك مش مصدق اللي رمضان السيبو ما عرفتش تعملهم في الصباح عادي. معلش بما انا قمت الصبح افتح الشباك يا رب سامحني, وماسك جايب بسكوت والقهوه ومش كفايه تقول زعما ناكل زعما نشرب قهوه زعما ليه يا رب مسموح لي مسموح لي مش مسموح لي كاو معناها. اما الحقيقه بالحق هي بن قهوه, ما نعرفش كان شاطروني فيها الحكايه. بن قهوه صبحت العيد العز القهوة عالمية معناها القهوة العربي تبدا مفوحة كقهوة دياري كذا بقشور البلدان. احنا قهوتنا ديجا في كاس الحياة, معناها قهوة في كاس الحياة, معناها افهم انت بو اخر بو اخر. انا وعدكم ان شاء الله اعمل لكم قهوة من ايدي انا. انا استاذ يعني في القهوة بروفيشنال في عمال القهوة. الله القهوة الله العربي الله الله. ده وعدي مني لكم, اعمل لكم قهوة سبيسيال, ابقى هنا قهوجي ومنشط. شوف يا سيدي انتم عندكم قلت لي الشاي معناها الشاي عندنا شاي. انتوا عندكم هنا الشاي اللي هو النبات نبتة عموما اللي هو الشاي الاخضر والشاي الاحمر. احنا عندنا شاي اللي هو عباره زي مرح شويه اكتر, هو النبتة عموما, اما بتبقى شايحه وبتبقى زي نظام بودره. بس فهمت. بيبقى يعني جوده, يعني مثلا في شاي العروسه في شاي اللي هو الاعلى منه في الجوده اسمه شاي ليبتون. في تقريبا شاي والله اعلم ان في حد عندنا ده من العيله بتاعت عيله الغنام عمل مصنع وسمى شاي الغنام. في مصر. اذا ما ماركيت معناها علامات تجاريه. تمام.
اما انتم معناها تحس احنا نسبحوا على القهوه، انتم عندكم ايه ثقافه الشاي؟ احنا الشاي عندنا اقول لك على حاجه، في احد احنا عندنا الشاي عندنا قوي جدا، كتر الشرب منه يكسر الحديد اللي في الجسم، يعمل انيميا اللي مش متعود عليه، لا اللي بيشرب منه كتير. والله ليه انا احسه في المسلسلات خفيف ده. هو اقول لك على حاجه، في حاجه اسمها شاي على ميه بيضه، في حاجه اسمها شاي في الخمسينة، وفي حاجه اسمها شاي تاجيل حبر يا واد عمي شنو صعيدي. هذوما يعني درجات القوه نتاع التي. وفي شاي سكر برا، وفي شاي كشري. كشري زيدا يعني، انت لو جيت دلوقتي في الشاي، لا انا معاك للصبح كده في انواع الشاي عموما. معناها يعني وتحس هكا بالغموقيه نتاعو، يبدا غامق ولا فاتح ولا هكيكا. يعني نقول لك على حاجه، اللي هو الشاي تاجيل حبر، اللي هو الشاي الصعيدي ده، ممكن تشربيه كده تدوخي من قوه الشاي. الله 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 الله. في شاي الكشري، الشاي الكشري ده انا هاخدكم في سكه ثانيه وفي موال ثاني يعني. وشاهدون للشاي في مصر اصلا. على الاقل احكينا قديش هكا من نوع، فما من نوع طريقه يعني عمل الشاي يعني. اي حوالي 5 أو 6 اللي انا اعرفهم، هذوما اللي سميتهم الحبر والكشري شاي، شاي على ميه بيضه، شاي سكر بره، شاي مغلي، شاي فتله، شاي تقيل حبر، شاي عادي، 5 اللي انا اعرفهم. هذوما يعني اللي يفرق بينهم نفس النوع متاع الشاي، اما طريقه التطيب مش كيف كيف. ممكن من نفس النوع اعمل كل طريقه تطيب مختلفه تدي طعمه مختلف. احنا اللي نعرفوه نغليه والماء، نحطوا الشاي، نحطوا السكر، نصفيوا الشاي، هذيك هي طريقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العظيم. فوالا هذه هي طريقتنا، ولا ناخذوا كساشيات نحطوا في الماء سخون وفقط. انا عاده الشاي الاحمر اشربوش، احط عليه شويه اخضر ميلانج، تعملوا هكا تخليط ما بيناتهم. شاي احمر واخضر. والقهوه بتاعتكم قويه على فكره. القهوة بتاعنا قوية، القهوة قوية أقوى من عندنا في مصر، هي القهوة اللي هي الفلتر. فلتر. أما العربي تعتبر هي هي، بس نسبة الإضافات بتختلف. تمام، القهوة العربي هي هي على فكرة. أقول لك على حاجة بصراحة، كان في جات لي قهوة من تركيا. هي الكافيه العربي كافيه تشيخ معنا. لا والله أقول لك على حاجة، كان في حد معين صديق في تركيا جاب قهوة من تركيا، مش مجاملة، في حد هنا معين في القيروان بيصنع قهوة في محل فبشتري منه. جيت أعمل مقارنة ما بين دي وما بين دي، مفيش مقارنة، لقيت القهوة اللي هنا أفضل 100 مرة من القهوة اللي جاية. أكيد معناها سادي فيغ، معناها كل بلاصة وكل والكاليتي والنفس، حتى القهوة فيها نفس. راهو في بالك الكافي تورك، راهو كي تسميت كافي تورك مش خاطر هي تركية ولا كافي تورك، خاطر العثمانيين معناها في تونس الأتراك معناها اللي هما بصفة خاصة، هما اللي كي جاوا لتونس هما يشربوها برشا القهوة هذيك، تسميت عليهم يقولوا كافيتور. ولا خاطر نحن نسميه من مكتشفين نبتة القهوة وحكينا عليها الحكاية، اكتشفناها وحبيناها. صحيح. ونحن ما نحكينا مرة، قلنا القهوة شكون اكتشفها وكذا، تونسي سيدي بالحسن الشاذلي لكل شيء. صحيح ذكرتها، فكرتها الحكاية. وي 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 الوغ باش نزيدوا احنا نحكيوا على القهوة قد ما نحكيوا على القهوة وباقي شيء، خاطرها معشوقة الجماهير. ولكن مازلنا ناخذوا في تليفوناتكم. عندنا لطيفة، مرحبا يا مدام لطيفة. عسلامة، مرحبا. عسلامة يا لله، عيدك مبروك، الله يخليك. مين تكلم فينا مدام لطيفة؟ بالقروان. يا لله مرحبا بيك، ان شاء الله الصحة بخير، ان شاء الله صمت بالصحة يا لله. عايشك. شنو احوالك؟ شنو احوال الفاميليا؟ الله لاباس عايشك. الحمد لله. وين قاعدة؟ بحدا الدار الكبيرة، دارك انت، بحدا الاخوات. لا داري انا والمسيك هاو. انت وين هم الجماعة؟ فما شكون جاي هكا عايد؟ جاو عايدوا ولاد خوه، الكل جاو عايدوا عليه وبنته. فما معناتها عبيت هكا الدويره شويه الصباح. شوي. اللهم صل على النبي، الله واحد، اللهم صل على النبي. وتوا قاعدين مع الراديو؟ لا كان انا ومشيت تو، وهو راقد مي ربي يفرج عليه. اللطف عليه، اللطف عليه. شكون هاني في الدار؟ في الدار. شنو الفطور اليوم؟ والله معناتها مقرونه صار. مقرونه صلصه فوالا. فما شكون زاد هكا؟ علاش ما فماش الملوخيه؟ ما تحبوش برشا الملوخيه؟ ما نحبهاش برشا. اي فما شكون صحيح ما يحبهاش برشا. نطيبها كيك ناكل شويه وبقيت على الشهوه. على الشهوه. لاله ان شاء الله انتم بخير، وان شاء الله الفاميليا بخير. ربي يفضلك يعيشك ويفضلك. اش عملتوا في في حلو العيد الساعه قبل؟ والله شرينا شويه غريبه، شويه شو اسمه مش غريبة، بشكوت وشوية صمتك، هي ذيك صبلي. الله واحد. فيه البركة، فيه البركة الحمد لله.
أنا مدام لطيفة لل... على شكون تحب تسلم والميكرو كله ليك. تحب تسلم على العائلة من شمالها جنوبها للا مرحبا. تسلم على أخويا في النمسا وعلى أختي ليلى في قلعة صغيرة ولدها رياض وفاروق وعلى المسيح وعلى المسيو. ان شاء الله سيدي صحه وعليكم انتم الكل مبروك يعيشك يا مدام لطيفه. نحبك نحب اغنيه هلت ليالي بربي هلت ليالي فريد لطرش. واضح يا لاله نسمعوها على صلاح وعلى كل سنه وانت طيبه يا مدام ويا رب عيدك سعيد وعليك وعلى كل الاهل والاسره الكريمه ان شاء الله يا رب. يعيشك يا مدام لطيفة، مشكورة جدا على الاتصال. إن شاء الله هكا ديما الصحة بخير. احنا هكا يشرفنا برشا برشا يا جماعة ندخلوا لدياركم ونكونوا معاكم ونشارككم الفرحة. أرقامنا دائما على ذمتكم. نعاود نذكركم بأرقامنا 70 035 120 70 035 120. تلقاو زميلتنا أنس تفرح بكم. احنا اليوم راهو الخط مفتوح ليكم باش نسمعوا اصواتكم باش ندخلوا لدياركم وبرشا برشا موسيقى وبرشا اجواء تستنى فيكم. الوغ يظهر لي هكا من بكري كان نمد في راسي كنشوف اسكو البلاد بدات تتعبى. فما حركيه فما حركيه خاصه راهو العيد نهار الاول هذه للصغيرات صغيرات اللي يخرجوا قبل وقت اللي كانت معناها نحكيو التسعينات كوا. كانت الملجأ كانت الفسقية وقت اللي كانت الفسقية يا حسرة. فسقية يا حسرة. وقت اللي كان عمنا المانيج متاع الفسقية وكانت معناها الماتريال به. صدقني بعد جيلنا نحن نور بالحق جيل التسعينات رانا فقدنا حاجة صحيح. اسمها الشارم هذيك بتاع الفسقية صح. كي تمشي انا صغير نذكر نلعب فك الترينو هذيك كي نقولوا نحن راني هذا شيخ ولك الجونجر مع شنو تعمل التومبوناج تومبوناج صحيت ويقول لك صحيت يقول لك راهو تلعب في التومبوناج كبير عليك ولا هي يطلع اخوك الكبير يسوق بيك ولا ما عرف شنو صح سيبون تسوق في رانج روفر والله ليه حسره كانت عنده. شوف هو كل وقت ووقته وكل حتى تو الجيل تو اكيد باش يعمل دي ميموار ويقول لك يا حسره كان قبل معناها زمان. ولكن احنا زاد نفكروا بالرونق نتاعو بال يعني كما قلنا القروان عندها الشارم سبيسيال. كانت لعبة تمشي للفسقية هي مازالت لعبة تتلم اكيد في فضاءات عائلية. ولكن بما انه احنا نوستالجيك بالنسبة لنا احنا الحكاية عندها رونق مزيان ورونق حلو برشا برشا. ان شاء الله الناس الكل هكا بخير. ان شاء الله هكا الصغيرات فرحين. ان شاء الله هكا فما مهبة العيد. ان شاء الله هكا تكبروا وتعطيوا مهبة العيد. وان شاء الله احنا ديما هكا معاكم بالخير. يلا احنا مازلنا متواصلين. نعاود مسيش نذكركم خاطر دائما يجونا المساجات ويتواصلوا معنا. عاودوا ذكرونا بارقام الهواتف. نعاود يا سيدي 70 035 120 70 035 120. هذا هو بلاتو سبيسيال معاكم ليكيب الكل من التكنيك للجماعه في الاستوديو باش نستقبلوا اتصالاتكم ونكونوا معاكم قربكم البعيد وين ما كانت بلاصتكم واحنا نحاولوا اكيد نكلمكم. يلا احنا ديما مكملين معاكم بالموزيكا. عندنا تصفيت جديد ريان يوسف. تحيه للمريومات اللي يسمعوا فينا الكل. هذه ديديكاس للمريومات مريم ريان يوسف تصفيت ورجعنا 17 دقيقة بعد مدي ثلاثة. مرحبا بالناس كل معض الموجة علينا. هذا هو بلاتو سبيسيال يوصلنا معكم لما ثلاثة و 17 دقيقة كما قلنا. هذه هي زهرة الفام أكيد الإذاعة اللي تقربك من البعيد. والله كنا نسمع من بعضنا في أغنيت زيد غرسة عشيري الاول. عشيري الاول والله ما ننساه صحيح. قداش عنده من نحب نفهم قداش عنده من عشيري ذولي اربعه اربعه لا هما خمسه نورمالمون في الغنيه خمسه خمسه وصل للعشيري الخامس والله ما ننساك. خامس ما تتخالف ولا حاجه منك الرابع مثل الطابع والخامس عشيري الخامس والله ما ننساه في محبته ما عادش حاجه كيما ذهب خالص حاجه منك معناها الكل هم معناها شوف هو حتى عشيره الخامس وكل عشير عنده بلاصه سبيسيال اكيد اكيد هذيك تبين كل انسان وميزته وبلاصته معناها في كيان البشر اللي معناها اللي معاه ولا اللي عنده معاه هذا الشيء والناس قول الكلمات ثاني كده حمزه. عشيري الاول والله ما ننساه عشيري الاول والله والله ما ننساه عشيري الاول ومحبته في قلبي
ما تتحول والله والله ما ننسى. هي ديما معناها ضحكت عليك حبيت اسمعها بصوت. شفت العشير الاول معناها البلاستو نورمالمون ما كيفهاش اكيد. قل لك الحب الى الحبيب الاول. الحب الاول في اغنيه مصريه شعبيه اللي اسمه عبد الباسط حموده، الحب الاولاني ما تعوضوش عمره. هو الحب يعني هو ده خلاص، يعني لما كان قلبك لسه اخضر وما يعرفش اي حاجه في الدنيا هو ده اللي تملكك وخلف قلبك. احنا ليه يوصل الخامس ونفس ما شاء الله مع الكهرباء ياباني هنا تفتح للاخر عشان الخامس ذهب خالص واحنا ماشيين. يلا سيدي احنا ما زلنا بالاجواء التونسيه بالاجواء الاحتفاليه، ان شاء الله عيدكم مبروك الناس كل، ان شاء الله هكا ندخلوا لدياركم بالبهجه وبقى الفرحه. دائما على ارقام الهاتف نتاعنا 70 035 120. زملائي كنا عامل تليفون عن شكون معنا في التليفون؟ عن منذر. مرحبا يا منذر. وي الو بونجور. الله مبروك. عيدك مبروك سي منذر. نور نور. جبت السيف وجبت كل شيء. السيف زين. عالمية طفله عالمية راهي نمبر 1. يعيشك يا منذر. شنو حوالي مبروك ان شاء الله كل عام نتوما حين بخير. سنين دايما يا سي المنذر. سي حمزه يا جاي حمزه العناصر اليوم ناقصه اليوم كنت يوم واحد ورا واحد بينين وين وبينات بينين فوالا بليل. دونك حبيت حي بليل حي صراحه نقولوا عيد مبارك كل سنه وانت طيب يا غالي. الله يسلمك وانت بالف خير. انس 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 الامير في الاميرات الايقونه جيتكم جبتوا ايش نقول لك اليوم يزن من هنا مع من هنا للستر تاع العشيه كلكم حطيوها المهبه. من غير ما توصل انس انس سلكتها طول عرض. قالوا لي لمت برشا 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 ما بتسيبش حقها. انا قلت لها من بعد قبل ما تخرج انا مش نقسموا مع بعضنا ما تنساش خاطري فكرتي انا خليك احنا يظل يظل مش تواصل هي حتى يظل مش تكمل حتى مع جماعه الاخبار ليه مش بيت لهنا سيب سيب الحمد لله بالحق يعطيها الصحه بالحق ان غون تابلو الانس على خاطر فريمون تعبت خدمه كبيره في رمضان بالحق. تكنيسياناتنا الكل سون اكسبسيون امنا بوخي احمد المخلوفي سهيل احمد الشفار جماعه اللي خرجوا تصوروا دونك حبيت زين حي حسام الرابحي لي زينيمون الكل بالحق اللي يخدموا خدمه تعمل 66 كيف ديسك نيوز كي نقول ديسك نيوز شكون نقول حسين 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 جيبوه دخلوه هكا اعطيوه قولوا له ديسك باش يجي بحذانا بعد شوي باش يجي بحذانا حسين النابتي بالحق كل عام هو حي بخير والعائله بتاعه وان شاء الله حي بخير بالحق ان كرون تابلو زيد الحسين اللي خدم بالحق رمضان كامل في الليل بالحق يعطيه الصحه اللي خدم خدمه اللي تعمل 66 كيف ديسك نيوز نحمل حي زاد السوار نحمل حي زاد ليكيب كلها بتاع الاخبار سونس اكسبسيون دونك سي هام سيد معناتها فوالا هي هي دونك تكنيز امنه بوخيت اي نحمل حي امنه خاطر اللي خدمت بالكدا في رمضان يعطيها الصحه الاولاد الكل سونس اكسبسيون بالحق خدمه يعمل 66 كيف ونور عاد بيان سيغ جات اليوم سي حمزه قالت لك انا الملكه هكا انا الملكه هكا تقول اي الملك مش ترجع فوق ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله عايشه حمزه عطيته ايش حتى نور تستحق المهبه راهي هي 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 فرحت بينا اعطتنا هي المهبه شوكولا بنينه ميرسي بوكو قلنا لها وعيدنا عليها والله يعطيها الصحة. انا نتغشش راني نتغشش تعطيوها معناتها تستحق كل خير ليه؟ مخلية مخلية العائلة وكل وتجيب حنانا من الساعتين للستة والله سي في بليزيغ الحقيقة والله احنا عندنا العيد كي نعديو معاكم والله بالدنيا كي نسمعوا هكا أصوات العباد اللي تبعتنا والعباد اللي كانت معانا رمضان كامل عيلتنا الثانية معناها هذه ما غير مزية بالعكس نعملوا في افيك ان كرون بليزيغ يا فوالا مدام زينب زيد سي محمد نحبوا نحيوهم لي غران معناتها هكا الفالور تاعهم قيمتهم كبيره عندنا احنا بالحق خاطر كل شيء من القلب للقلب نقول لكم خاطر فريمون قاعدين تخدموا في خدمه عمل سي كيف ليكيب ديجيتال بالحق تاعبين بالكدا بالحق ديجيتال يعطيهم الصحه خاطر اي رمارك الو امان الكاب امان ريكودا امان نحبوا نور البوزيسيون تاعها سما امان لا والله يعطيكم الصحه بالحق والله بملاحظاتكم انتم احنا قاعدين نقدم ان شاء الله وديما من حسن الى احسن ان شاء الله والله فوالا بروبي جيست كيف نقترح نغم دونك هاك باش تسخنوا الجو دونك يلزمكم تسخنوا الجو دونك نحب الزياره الزياره دونك وكوكتيل قاسم كيفي
كوكتيل قاسم الكيس كمون منين اذا تدخلوا انس بالكوكتيل قاسم كيف هكا تقولوا له تدخل تحطوا البخور وكل شيء يبدا عادي وانس اي فوالا وتدخلوا بحسن النفس هكا تقولوا له ادخل هاي اعطيوه نحب نسمع نشوف شنو هكا حتى الجو معناها اوكي على خاطرك على خاطرك اي خاطر هو مسي ساكي موجز الاخبار من حياة فام اهلا هذه لازم نسمعوها معناها الحسين خاطر جابها قفله معناها بالضبط نهيد الموجز في امان الله والله عالمي والله بالحق هذه قفله حسين ان شاء الله يكون هكا يسمع فينا حسين على الاقل نقول لقينا معوض كان هكا فما بان اوبن جيبو سي المنظر يعوض حسين انا كوبي ربي يفضلكم هنا بالصحة داخلين إن شاء الله ديما إحنا هكا معاكم هذه هي زهرة لفام أكيد مكملين معاكم ديما بالأجواء الحلوة ألوغ طلبوا برشا أنغام تونسية هل كمون منين شو آخر الزيارة تحب نعملوا حاجة في اللايف زيارة علاش ليه هاني قاعدة نغزل للإكران اللي عندي تبارك الله محضر لهم أحمد يا لله جايتك بتخير سيدة النغارة شو آخر في التونسي عنا صداي من لسيق عنا شو آخر جو الحضرة نزيدني بيه سلام سعد برشا موزيكا مزيان تستنى فيكم هكا إن شاء الله ندخلوا لدياركم يا ربي بالبهجة سينو عنا حاجة في اللايف حمزة عنا ما بيان سور عنا هاي يا سيدي نعملو حاجة للزيارة ولا حاجة اللي تحب انت هاي اللي تحب انت احنا هنا معاك نتصور حاجة حافظينها هاي نعملو حاجة حافظينها بيان سور حاجة حافظينها بيان سور يا لسيت يا ليلة يا ليلة يا ليلة يا ليلة يا ليلة جيتك بلا زاد حفيان وراسي مواطي واللي يقصد حرم الأجواد واللي يقصد حرم الأجواد يربح يربح وما هوش خاطي لله 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 انا يا لله انا لله 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 انا يا لله انا لله 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 انا يا لله انا يا لله تكوني معانا يا لله انا يا لله تكوني معانا يا لله انا يا لله جيتك بالليل طال فضلك يا شرعية تحت السنجق والقنديل أم عويشة المنوبية يا ليلة جيتك طالب فضلك يا شرعية تحت السنجق والقنديل أم عويشة المنوبية يا ليلة جيتك من مطر طالب فضلك يا شرعية طالب فضلك يا شرعية ويا للا وتاخذ بالخاطر ونقول عندي للا البيا وانا جايتك بمحمد زغروت على القروية هاي للا جايتك بالخيل طالب فضلك يا شرعية تحت السنجق والقنديل ام عويشة المنوبية بابا سلم يا حرار يا رئيس البحرية
الله ديما الجوهري البروت كلنا نلقاو كان عام هكا في السجون خدمونا حمزه. ميرسي بحميد عايشك. يعني مش حاجات كان مش حاجات المسجله حتى الحاجات الديريكت في اللايف عملنا اخترنا كوكتيل قلنا باش نبداو نعملوا حاجه للزياره لكن نحبوا نحطوا بصمتنا رجال القروان نغره يا رجال القروان عين ولي في كل مكان الناس كلها تسمع فينا ومتشوقه للضربه نتاع البندير وكل ريحه البخور العجعاجي انا نتصور مع كل ضربه نتاع بندير فما رونق فما هويام وفما تصوف هكا في كل بالحق عباد راهي متعطشه الحاجات هذه اكيد مازلنا دائما نراو في الاجواء الروحانيه والعيد عيد صغير خاصة صغير ولا أي عيد هو لمحالة ديما متصل بالدين بالأجواء العيد بالروحانية رغم أكيد عنا هكا ارتباط بالموسيقى وبالتراديسيون وبالعادات وبالتقاليد مازلنا أكيد مكملين معكم بالموسيقى ودائما دائما نعاود نذكر اللي خطوطنا مفتوحة لكم انتم 70-035-120 عنا إيمان مرحبا يا إيمان عسلامة عسلامة يا إيمان سلاح وجهك يعيشك يا للا إن شاء الله عيدك مبروك يا للا يا إيمان عيدك مبروك يعيشك يا للا الله يخليك الله يخليك منين تكلم فينا يا إيمان من ستوكهولم الله 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 شي أحوال ستوكهولم برشا برد والله نجينا برشا ثلاثة العيد اليوم أحلاها على ثلاثة مرات كل شيء موجود لحلو موجود عنا كل شيء الله مصلي على النبي نحسنا كل الفاميليا كهو كيفاش تحتفلوا توا غادي نصور العائلة انت مع العائلة المصغرة إيمانة اي بطبيعة اي شكون فما غادي معك من الفاميليا صغاري راجلي وفاميلتي راجلي اللهم صل على النبي علق لي فما هكا العيله تلا فما اي فما الاحباب فما الاصحاب فما الجمعيات ايوا فما كل شيء سيرتو الجمعيات ايمان الاكسيون اللي صاروا ما خلوكمش بالحق معناتها تطيبوا تطيب نفحات رمضان وريحه رمضان وكل شيء اي عندنا السبونسور ما شاء الله الماكله الحلو كل شيء موجود تيميسيس كفاسفود عندنا الجمعية بتراثها سليم بن عبلة جمعية تضمن التواصل السويدي التونسي عنا الحمد لله عنا كل شيء الخير كل تبارك الله تبارك الله تبارك الله كيفاش تعدى يعني رمضان هكا تعدى مع بعضكم تعدى في ساعة في ساعة والله ما فريناهوش أما بي معناها الجو موجود اللميت موجودة ما شاء الله الحمد لله معناها حتى مع الطقس وكل تظام ليتوا الطقس موالم معناها يبدأ برد في اليوتا زي مواتية معناها تظام صحيح بشكل خايفة الحمد لله ذي بالثلج إيمان سيئي معادش في المثلج سيئي الحمد لله معادش في المثلج الحمد لله إيمان توا العاداتنا وتقاليدنا فما ملوخية في ستوكهولم ولا كيفاش اي فما كل شيء عندنا عاداتنا تقاليدنا معناها تحب تقول لي اليوم فطوركم ملوخيه ايمان والله ما طيبتهاش انا اما خالتي طيبتها اللهم صل على النبي معناها فما شكون كورج وعمل الملوخيه لا صحابنا الكل يعملوا الملوخيه تري تري بيان والحلو ما نجمش الحلو والله نشري فما اللي يعمل فطار فما اللي بالتالي من تونس فما ما موجود فما اجواء نتاع عيد تونسيه موجودة يعني ايوا يعني ما تحسوش غيرمون بالغربه بالكل الحمد لله ليه حتى يعني العباد تشري لي كادو الصغار نمشيو للجامع ما شاء الله اليوم يعني فما فضائات هكا تتلموا فيهم الناس اللي تحتفلوا بالعيد الصغير العيد الصغير نحتفلوا به لحد الجاية خاطر اليوم اثنين ودونك الجمعية اللي زاكتيفيتات نتاعها ما توالمش معانا مع اليوم فهمت نحتفلوا السمان فان دو سمان
هذه الجاية. يعني ايش تعملوا اكتيفيتي تتلموا يعني تونسة؟ نعملوا كل شيء. تخي بيان معناها جو حلو برشا برشا وحليهم كل صغيرات نسمعوا فيهم لبسوا دبسة العيد اليوم. لبسوا لبسة العيد اخذوا المهبة يلا مصلي عليهم جوهم بالجديد الله واحد. معناها عيد في ستوكهولم وين ما كانوا الأجواء متاع العيد موجودة وتونسية 100% كما قلت. عندي صحابي في البلايص كل ما شاء الله ما شاء الله يعني الله واحد الله واحد. إيمان لله جوكم محلية. على شكون تحب تسلم وعلى شكون تحب تعايد يا لله؟ نحب نعايد على ماما وبابا وميمة كل مرة بلاية. إن شاء الله العام جاي معاكم إن شاء الله يا رب. نحب صحابي كل فاميلي الشاعر فيها صحابي هنا كل في استقالم باش ما ننسى حد نقول سنين دايما وربي يحييكم لامثاله. الجمعية نتاعنا جدا نحب لها لها تونسيسة فاست فود جدا اللي ديما تجيب لنا كل شيء دوسة دراجي كل شيء جدا عنا برشا حاجات مزيانة آخر شهر هذا شدينا العزوزية لفانساك وكيسا زادا لطفي العبدالي لفانتويت حسينو حافلة ستورة. حافلة اي ما شاء الله والله والله فرحتنا برشا برشا من اللي طمنا عليكم جليتنا في ستوكهولم وجو على قلة تونسي خاطر ديما هكا فما خوفك يقول والله هكا جماعة اللي في الغربة ما همش قاعدين يحسوا بجو العيد كومي فو ما الحمد لله الحمد لله يعني توا العبيد حتى اللي ما جيش فيح توا اللي كمل الخدمة جاي بصغاره بدأ يتعبى المول توا أجواء مزيانة برشا خارقة للعاد خارقة للعاد وصغار لابسين ما شاء الله منوري حاسينه بدأت تحفل سوا تخيب يا معنا جو العيد بامتياز. لله سلمنا على الفاميل كل وسلمنا على الجماعة الكل فرحانة برشا يعيشك انكم كلمتوني وربي فضلكم وربي يحيكم لمثالي يعيشك يا لله من حسن إلى أحسن يعيشك يا مدام إيمان مشكورة جدا لله اللي اخترتنا اخترت الحياة فيما أكيد باش تقدم الديديكاس نتاعك أكيد وإحنا دائما نرجع لكم بالتليفون أنتم جوست معلكم كان تطلبونا على 70 05 320 وأكيد إحنا نتصلوا بكم ونرجعوا لكم بالتليفونات. جونا تونسي جونا مزيان إحنا من الشمال للجنوب وين ما كنتوا في بقاع العالم احنا الحياة فما كي تقربك من البعيد هذه هي بصمتنا وهذه هي جونا هكا الموسيقى باش تكون على 93 FM. تحية معطرة منين توصلكم من عنا وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا وبرونشي على 93.3 هذه هي زهرة لفم مكملة معكم أكيد في بلاتو سبيسيال حاطين للستة متاع العشية. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. أنا مدام سيدة في تليفون مرحبا يا مدام سيدة. يا ليلتي العيد أنا سينا يا ليلتي العيد أنا سينا وجدت الأمل فينا يا ليلة العيد. الله برافو برافو أحسنت أحسنت هي الدخلة هي المزيانة برافو مدام سيدة برافو والله برافو والله لحمي شوك هنا والله محلى طلتك يا للا ومحلى صوتك يا عيدك الله يخليك إن شاء الله عيدك مبروك يا للا مرحبا خير حياة أسئل زهرة الحياة ومنتومة زهرة الأسئل وزهرة الإذاعة الرجل يعيشك يا للا ربي فضلك وربي يخليك يحملك يا نور الحمد لله أنا كي نسمع هالأصوات الشجية نولي على العال يا للا تعرفني محبك برسة نعرف نعرف الله يخليك يمنتي داخل طنك الله يخليك يعيشك يا مدام السيد الله يخليك والله ما تصورش قديش صوتك معايا حمزة معايا صلاح معايا سهيل معايا أحمد المخلوفي معايا أنس معايا الناس كل صلاح ذكرته صلاح معانا يا مدام عيدك سعيد وكل سنة وانت طيبة أهلا وسهلا تذكرتيني افتكرتيني اي كل سنة وانت طيب وانت طيبة كنت تدخل مع مازة ايوه الناس اللي زي حضرتك ما ننساهمش ابدا
ميرسي ميرسي شكرا. ربنا يخليك. ميرسي كثير ونقول لك كل سنه وانت طيب. وانت طيب وكل يا رب. كل سنه ومصر والشعب المصري طيبين. وبيرد لك التحيه يا رب. ومنور القيروان. يعيشك يا مدام. عيدك مبارك، عيدك مبارك وسنين دايمه. ربي حمزه هاي. ربي يحيك لمثالك. عايشك ربي يخليك. شرفتنا بهالطلعه. عايشك يسال عليك كل خير والله صدقني بالحق دخلتك وطلتك بالحق والله زادتني فرحه واحساس برشا والله. ربي يفضلك وربي يحفظك مدام سيد. امين يا ربي امين. ربي يفرحنا الكل. ديما نرفرف بالحياه وبالسعاده وبالامل وبالتفاؤل امين يا رب. يعيشك لله. ما تصورش بحق قداش صوتك فرحنا وقداش هكا طلتك محلاها يا مدام سيده. حمزه وسهيل وأحمد وانس محلاها انس محلاها يا نوسه محلاها. سهيل اليوم انس سلكتها خذيت عيدها وكذا. نحكي حمزه ونوسه النهضه. احنا نعطيه ولا احنا نعطيه؟ انا من البارح صغار اختي وصغار اخواتي يعني بديت نحسب كاهو. شفت سبحان الله كاهو. عندهم المهبه في مصر العيديه طبعا العيديه في هي عندك اسمها المهبه عندنا اسمها العيديه يعني ما تقلقيش ما سبناها في مصر جينا لقيناها هنا. من هنا قبل الصلاه. نعم. انا ما لبسنيش انا ناخذ العيديه. ايوه. لا والله ده انا فرش لك ده انا فرش لك الارض من عندك لحد الاستوديو ورد والله كفايه البهجه والفرحه اللي لمسناها في صوتك والكلام اللي غنيتيه بقلبك فعلا والله. الله يخليك ويكرمك يا مدام. انا على فكره انا ثقافتي موسيقيه ونحب برشا الموسيقى ومغرومه برشا بالموسيقى والتمثيل لكن الفن شكون شجعني لكن العائله ما خلتنيش. هاك شوف يا مدام سيده كل ما تحب تغني هز تليفون وغني بعدين. من خليوش تمشي الموب فهمتني كل ما عينك شغل غب نكلموا جماعه يا نور جماعه يا نور زاد موهبتي اذاعه. ايه ما تتصورش اثمان تعرفش معناها اثمان. اثمان اذاعه لكن ما كل ما يتمناه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السكون. كنت من امنيتي حتى وانا صغيره في الابتدائي شجعني المدير وقال كي تكبر كي تكبر نهز الاذاعه اختار لك انترن لكن ظروف فما ظروف تمنع يمكن تمنع في تونس اهو. اما لو كان جيت في مكان اخر بدي صراحه في بلد اخر نخدم منشطه اذاعيه اما في تونس لا. يا مدام أن تصل متأخر أفضل من الله تصل يعني أنت كده وصلت بالسلامة في أي وقت إحنا تحت أمرك والله. يا مدام سيدة تهز تليفون أنت عبارة تنشط معانا أنت من بكري أنت دخلت علينا بالبهجة تنشط معانا ديجا قاعد. الله يخليك يا نور الله يخليك. يعيشك يا مدام سيدة. يا نور ومحليكم أنتوما زادة ونسلم على مريومة مريم المنصوري وسي شكري القداح نقول له عيدك مبروك سي شكري وكل المستمعين المتتبعين حياه افتاء اف ام وخليكم مع حياه افتاء. الله يعيشك الله يخليك يا مدام سيده ومحلى طلتك ومحلى صوتك نسلموا عليك برشا 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 يا لله ونسلموا على الناس كلها اللي تدخل علينا بالبهجه تدخل علينا بالكلام الحلو بالايجابيه خاصه ان شاء الله هكا موجاتنا توصلكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا على 90 كذا. هذه هي زهره الاف ام هذه هي الحياه تفهم كامله معكم دائما نحن في بلاتو سبيسيال والله ديجا احنا انا كومونسي ديجا من ساعتين ديجا الاربع نتاع العشيه معناها الاربع غدرج نتاع العشيه الساعتين ديجا تعدوا فيت في الو ما تنساوش تكلمونا على ارقام الهاتف نتاعنا 70 035 120 70 035 120. نعرف اللي عندها انكومبرومون عالمي في ستاندار بربي يا جماعه سامحونا نحاولوا رانا نتصلوا بكم الناس الكل الستاندار زملاء في الريجي يقولوا لنا راهو برشا تليفونات جاتنا برشا انكومبرومون نحاولوا انه نرجعوا للناس الكل نحاولوا بيان سور نسمعوا اصواتكم ما تصوروش قديش نفحوا برشا كي نسمعوا اصواتكم وخاصه الناس اللي قاعده تتكلم فينا من خارج اراضي الوطن كيما زاد الناس اللي تبعتنا في داخل تونس وداخل القيروان نفحوا برشا كي نسمعوا بالحق اصواتكم يا جماعه يلا ان شاء الله عيدكم مبروك مازلنا متواصلين معكم بعد شويه باش نخليو المساحه للزملاء من قسم الاخبار مع زميلنا حسين وموسيقتنا التونسية مازالت متواصلة معكم.
دي رتور على زهرة لفم، هكا جونا التونسي، هكا جو العيد. إن شاء الله نكونوا هكا معكم بالبهجة بالخير. إن شاء الله عيدكم مبروك، الناس الكل عيدي وسنين ديما، هكا توصلكم موجاتنا حتى الأخر نقطة في العالم يا سيدي. مرحبا بالناس الكل يتكلم فينا على أرقام الهواتف بتاعنا على 70 035 120. يفرحنا برشا 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 كي نسمعوا أصواتكم كسوا من تونس وإلا من خارج أراضي الوطن. عنا مدام وفاء. مرحبا مدام وفاء، عيدك مبروك. وي عسلامة، عيدكم مبروك وسنين دايما، وانا فرحانة برشا برشا اللي معكم في حياتنا. الله يعيشك يا للا، مرحبا بيك. ساعة مين تكلم فينا مدام وفاء؟ انا وفاء، عندي 3 صغيرات ونكلم فيك بالضبط بالضبط من مونريال. مرحبا بيك ومرحبا بالكندا الكل يا للا، واللي يسمعوا فينا في الكندا والجالية التونسية في الكندا يا للا مرحبا، وان شاء الله عيدك مبروك لك انت والفاميليا الكل. شنو الاجواء عندكم غاد؟ والله اسمع اقول لك حاجه، اجواء العيد راه وحدها في تونس، راه مش كيف لهنا. فما شويه فما الجاليه اللي نقولوا المسلمه العربيه موجودين، اما مش شويه، معناها هيك يتلموا في الجامع، يتلموا نقولوا احنا في هيك في بقايا العباده كيما جامع، اما مش في تونس الناس الكل معايده والناس الكل معناها بدله وصغار واجواء الفرحه وطقسكم محلي وجوكم محلي وبتبيع القروين القروين محليها القروين حاجة واو على الاخر ولقراوة راه اسمع يحبوها القروين اما معليها اللي يغزر لها من بعيد يعرف قيمتها وين راجي قروي وكي نمشي معليها كل بام مش كل عام احنا في تونس ما كي نمشي بتبيع تونس نمشي للقروين. احنا والله نحاولوا لو ماكسيموم نوصلوا لكم هكا الجو بالموسيقى التونسية بالاجواء الحفالي بكل شيء هكا على الاقل باش ما خليكم شي وحدكم. مدام وفي احكي بلي كم فما هكا جو متاع عيد هكا بدا اليوم حتى على العائلة المصغرة، كيفاش بديتوا نهاركم اليوم؟ والله ما فما ديكالاجرير، هو فما ديكالاجرير دونك توين شاش بقينا معنى كيبدو عندكم نص نهار احنا ديجا مزيل عنا نقول خوش عندكم رمضان لا مش لك الدرجة اسمع كان توي عطر انا مالي عندي مده بعيده شويه الحق على الريزو سوسيو، عندي ما نعمل مشغوله شويه. نتخيل البارح عيد والله البارح والله كيما نحكي لكم تقومت ما قمت حاسيل الصباح باش نحضر قهوتي انا جاني عندي الدرجه معناها خاطر ما بينتها 6 سوايع هذوك بتاع الديكالاج قلت سيدي حضرت عيد معانا انت. لا لا بخلاف الديكالاج ورير انا البارح نتخايلوا عيد عرفت هكا انا مبروك لا كنت نحضر باش نشرب كل راجل باش نعمل اليوم عيد قال لي ولا ما نجاح حاسيل باش نشرب قهوتي. لا الحمد لله مي با قمت عندي بنيتي نورمالمون يقراو لهنا معناها ما فماش جور فيريي دونك اما اليوم ما مشاوش للمدرسه وحده في الكادوري والاخرى في المدرسه ما مشاوش حابين عندهم اختهم الكبيره هي عمرها قداش نقولوا 14 ونص حكيلو بدلت لهم وهزتهم للجامعة خاطر الجامعة يتلموا فيها كل احنا لي زونفون لي بارون منهم يصليوا ومنهم الصغار يتقابلوا فهمت مي فوالا. وبالنسبة للحلو عملت كعبة غريبة على الأقل نجمو نشريو راهو الحلو فما برشا لهنا توانسة معناها يعملوا حلو ويبيعوا فما اللي عندهم دي باتسوري فما اللي يبيعوا من الدار نجمو نشريو حتى حلو نتاع لي ليباني اما انا اللي اثناء حبيت هكا نشيخ على روحي نعمل حلو وحدي نحب الغرايب انا غرايبة الحمص غرايبة صحة 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 عايشك عايشك بون ما جاوش مطابقين المواصفات برشا يحبونا الغرايب مازالش اما صافا صافا انا نحب نشيخ كي نعمل حاجة بيدي معناها حتى كي ما تجيش حاجة هكا طيارة ما لسونسيي اللي انا شفت عليها ونعرف قيمتها وبزيت الزيتونه ومدله وكل شيء. مي با هذيك هو واليوم معناها هكا اون فامي ونعملوا شويه مشوي شويه نقولوا احنا هكايا نزينوا الطاوله باش الواحد يحس روحه في العيد. اما العيد نتاع تونس وحده راه ولا راني نقول لك وعيد القروين وهذيك هو فوالا. ركبت شنو الملوخيه يا وفي؟
لا لا ما ركبتهاش اما اسمع ايش اقول لك انا مت عليها الملوخيه وانا كان يعملوا مسابقه في استنى في ترتيب الملوخيه مسابقه انا نربح الجائزه يا نربح يا نكون في ثلاثه مرات بلولة عندي بنت ملوخيه على ما يرى مش كيما الغريبه لا 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 هذه يا حاضر لا 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 اذا قلت كي نعمل حاجه خايبه نقول لك راهي مش حقانيه اما كي تبدا اسمع ما كي تبدا كيبدا عندي قال الاخر معناها نقاط قوه قال لك لا لا والله عندي مخيم طياره على الاخر مدلع عندي ديزاكتوس علمتهم اليوم دونك نجيبها مدوزي على الاخر اليوم ما عملتش ملوخيه ما ان شاء الله معناها انا طيبها ثلاث اربع مرات في العام دونك في كلكو جور هذاك هو فرحانه برشا اللي انا كلمتكم وانت صوتك محلاش اللي ذاع محلاش كلك طاقه كلك انرجي وحسيرو هذاك هو فرحانه برشا اللي كلمتكم ونحب ديما نكلمكم مش خاص هكا دو طون زون طون نعمل تدخلات رشيقه مرحبا عايشك عايشك يا لاله اللي ذاع الكل اللي ذاعتك عايشك نحب نسلم على امي نسلم على بابا قل لهم راني توحشتكم ونحب نشوفكم مي بون على غالب لا ديستانس مي هوزمون فما الانترنت على الاقل تقصر شويه دونك الانترنت وصا معناها ولا والواتساب على الاقل ميو كو ريان نحب نسلم على امي على بابا على خويتي وعلى دار راجلي في القروين قراوه هما ماهمش بعد عليكم باي ذا واي قراب غاديك عزوفا منكم انتوما امي مفيده قول لها نحبك برشا برشا حميتي لوسي هدي بوب شو قاعد نسمي تحب لي راجلي اكيد سمي اللي تتفكرهم الكل سمي يا لاله ما نعرفش لك ما وين يا وفيد وقت اللي نقول لهم باش ما تنساوش جماعة كل اللي يعرفني الكل اك تحاوس يقول وانا سلمت عليك قلت اللي يعرفني الكل تعرفني اكا وسلمت عليك باش اكا تخرج من ذمة تبدا ليا مع الناس الكل أيوة. انا عندي صحابي نحبهم باش نسلم عليهم عندي صاحبتي نسرين ما نصورش كان تسمع فيا مي بون نقولها راني توحشتك نحبك برشا صاحبتي مالك سي اون امي دونفونس امي بابا دار راجلي توينسا نقول لهم يا ربي يا ربي ان شاء الله امور تونس تتحسن يا ربي وربي يهدينا ورانا قال الاخر غارقين في قطره نتاع ميه ما راهو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي تتحسن امورنا وتتحسن تونس وكي تتحسن تونس معناها الناس الكل قلوا احنا تربح وناس الكل الناس الكل تستفيد ونحب القروين نموت عليها القروين نموت نموت عليها وتقسكم باهي توا في القروين شيخو 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 وهذا هو ان شاء الله ديما نكلمكم هكا في المناسبات وعندي صديق عزيز عليا زاد نحبه برشا اسمه سهيل نسلم عليه تونسي هو نقول له عيدك مبروك وسنين ديما وهذه هو عايشك يا وفي محلى دخلتك محلى طلتك ومحلى صوتك وسلمنا على جماعه الكل في الكندا ان شاء الله ديما هكا فرحانين ان شاء الله ديما هكا الحياه تفهم معاكم وين ما كنتوا برونشو تسمعوا فينا من خارج اراضي الوطن ولا من اكيد في تونس دائما ارقامنا على ذمتكم على 70 035 120 70 035 120 فما حركيه هكا بديت يا جماعه في الشارع هكا احنا الاستوديو طل على الشارع قاعدين نشوفوا في حركيه جميله جدا في الشارع القيرواني هكا بديت العباد تحفل وقايده هذايا برشا من الناس تخرج تمشي تتفرهد تمشي الفضاءات الكبيره يخرجوا صغيراتهم وين كانت البلاصه تقول انت العيد لقيته هذايا الصغيرات لما المحبه سي بون هاي صحيح لقيت هذايا لما حافظ باش كان صغير شنو كان وين تلقاه لقيت هذايا الوقت هذا تلقاني في المناش لا تلقاني روحت من المناش سي بون خاطر نمشي مع نص نهار ماضي ساعة نروح الوقت هذا كهو نشدها سامحوني بالفوشيك بالفوشيك جماعة الفوشيك معناها فلوس المهبة كل تشريبات فوشيك فوشيك وكل مقرون هكا كل بالكعابر هذاك ثم المقرون بالماء هذاك كنت عامل بهم عامل فيهم في الدار عبيه بالماء هكا وحاسيلهم بخ وتش يا جماعة فهمتني كنت مغروم برشا في الحاجات هذيا والله ما عرفتش فيك هكا معناها تلمو هكا محليك وعقل ما نصوركش لا لا القراب لا جوست القراب هكا القراب هكا سهيل شكون تعمل وقت هذاك تلم المهبه نتاع العيد قداش اون ديرون كنت تلمس يعني قداش 40 80 شنو ما ذوك 4000 4000 4 5000 شكون تعمل به يزي فيه البركه
الفوشي كيفينا الحمد لله طلع واحد كيف والمكرون زبدي بالهك تبارك الله تحسي دولي ثقافه نتاع الجينيراسيون نتاعكم كلها بالفوشيك وبال نحن سورتو الفوشيك نور بالحق راه كان قبل في الحومه كنا كيدخل سيدي رمضان كنا كانت عندنا عقليه انه سيدي رمضان يدخل معناها كان متحضرك الفوشيك هذيك باش ترشقها مع المدفع اي والله بالحق راهو تبدا تحضر فيها العماره هذيك يب مفتاح معناها تذكرهمك فازت يب مفتاح نتاع كيما يقولوا خزانه ولا جلاس وكل شيء هذاك تو فهمت الميكانيزم نتاعو كيفاش ترشق تبدا هكا بخيط وفيه مسمار وكذا وتلصقهم في بعضهم وتضربهم وتضربهم مع الحيط هيك هو عاد شو الطرفه وين نور الطرفه انه تستنى لذين تبدا تعمر انت تحط فك الوقيد وكل شيء تبدا تعمر تعمر تقول هذه ضربه المدفع فهمتني معناها نقارنوا في رواحنا معناها بالمدفع هذاك نبداو ساعات وقيده كامله حاطينها معناها في هيك هو ينهار من نهارات نهار من نهارات هكا حال قرب العيد عمرت وقيده كامله في واحده هكا كبيره فهمني مصنوعه يدويا هاند ميد هيك هو يدي صوابع الكل من هنا مشاو يلا تشيف جيت باللطف جيت باللطف في العيد هذه في رمضان قبل رمضان قبل العيد بنهارين يذول لي ثلاث ايام حاسين له كل فاسمات هكا تقول لك المومية هكا تسو ولا ماشي جيت الصغار والله شنو لا عملنا 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 والله قبل ولا والعز قبل العز في الحومه هكا تحس هكا فما شارم في الحومه العربي الحومه العربي تلقى كما نقولوا كل الصغار يبداو يتلموا هكا يكمسوا كش باش يعملوا وين يمشي يمشيو واش باش يشريو فهمتني ونبداو راه وغزر سي نتاع العشيه كل العمايل نتاع العشيه سي دوك ما تخدمت من الصباح العمايل نتاع الليل قبل ما نشقوا الفطر وندخلوا للدار معناها يلزمنا نقرروا باش نعملوا بعد شق الفطر وين باش نمشيو وين باش نعملوا ندقوا على ديار بعضنا هيا هيا اخرج فلان شبيك ما خرجتش هيا كذا اللي خرج فوشيكو معاه واللي خرج مقرون وقتها يقرب العيد واللي خرج ما نعرف شنو وكل عبك اللي باليد وكل فازيتك اللي يطير وكل حاجات وكل شفافخ حاسيلو كل وقت هو لما حال احنا نقولوا للجماعه الجماعه بحق ردوا بيكم ماكو شفتوا حتى العقبه نتاع الفوشيك راهي مختلفه معناها حتى حمزه قال عديه انت عطيت له سون توا حتى الجماعه اللي يعطيونا راهي مختلفه راهي مختلفه الحكايه بالحق ردوا بالكم ردوا بالكم احنا رانا مانيش ننصحوا بالحكايه هذه بالعكس نحن راهو فهمتين نوعيكم ما هذاك راهو تيش صغر وحكينا جست على الخواطر اللي صح تصير معناها في الصغر وكل شيء. ليه غادي تبدلت شويه كمان العادات هذول انا كنت العقله فيكم انا كنت المهبه نتاع العيد نمشي تو ديريكتومون للمكتبه كنت ياسر مغرومه بالكتب وي ياسر يعني اكل المجلدات والكتب عندي انا هذاك هو العيد تروح معناها بالكتب الكبار فهمتني وهذيك هي فرصه باش تاخذ المجلات والمجلات اللي تلقى فيهم كادوات ديجا فهمت ذكر ماجد قبل تحسره هذيك عرفان وماجد هذيك مجل الوحده هذيك تاع ماجد هذيك انا وقتها نقرا في السنه الرابعه ابتدائي تغرمت بها غرام مش نورمال صح وصلت وقتها ربحت ريال فهمتني شاركت سعودي هاي شاركت في المسابقه هذيك نتاع الكتاب هذيك نتاع ماجد ثم دي جو هكا في الكتاب تلعبهم وكل شيء ومن بعد بعثوا لك الريال اي بعثوا لي الريال تم المراسله تبعث لهم هما يعطيوك ديجا في الكتاب هذيك في المجله هذيك يعطيوك جواب ماسو فهمتني الماسو هذاك تعمروا بالقصاصه اللي شاركت فيها وكل شيء جو ولا اسئله ولا ما نعرفش ومن بعد تبعثها لهم تزهل البوسطه وكل شيء تبعثها قالوا لي ابعث وانا عادي راهو بالك شي تربح حاجه ولا يجيبوا لك كادو كل شيء جيني ماسو فيه ريال ريال وقتها قداش تصرف والله وقتها ما نعرفش انا استحفظت به لنضاع الحقيقه معناها ما صرفتوش يمكن الريال طلع شي ب 2000 دينار حاجه هكاك صحيح حاجه سمبولي عام 97 98 فوالا وقت اللي في في اوج نتاعها المجله تخي بيان الحقيقه يقعدوا سوفينير محليهم سينو احنا دائما هكا نحبوا نكونوا معاكم بكل شيء حتى بالنوستالجيا يا جماعه ودائما في استقبال تليفوناتكم على سي محمد مرحبا سي محمد سي محمد السلام عليكم مرحبا بك سي محمد اهلين بك يا اهلين باهل تونس الله يخليك كل عام وانتم بخير يعيشك يا سيدي الله يعزك يا رب عيد سعيد عليكم يا رب وعلى اهل تونس الله يخليك وعلى شعب تونس الحبيب والله ربنا يبارك فيك يعيشك سي محمد الله يخليك يا رب متشكر جدا اهنيكم على البرنامج الجميل ده بجد وبرنامج الحياه الاف ام انا اشكر الساده الضيوف والمقيمين على البرنامج تحيه خاصه مني لاهل تونس الله يخليك جميعا يعيشك يا سيدي مين تكلم سي محمد
اتفضلي حضرتك. منين تكلم فينا؟ منين؟ من أنا أين؟ والله أنا مصري. أنا الله إيه فهمنا باللهجة. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يخليك ومرحبا بيه. من مصر معنا. محمد رياض من مصر. مرحبا بيك. لكن أنا حاليا بكلمكم من المملكة العربية السعودية. أيوة. يعني متابع معاكم برنامج ما شاء الله عليكم يا رب أداءكم عالي جدا. أكيد مادام أذية مادام مصري مادام أكيد يا يعرف صلاح يا من متابعين تاع صلاح. سي محمد. انا مبدئيا قبل صلاح انا من عشاق تونس واهل تونس الاخوه الاشقاء الكرام انا بحبكم جدا والله الشعب كله يعني احنا عرب واشقاء طبعا ده قبل موضوع ان اما صلاح فاخ وصديق وحبيب حبيبي يا محمد كل سنه وانت طيب يا حبيبي يبارك فيه من الناس المحترمه والله ربنا يبارك فيه الله يخليك يا حبيبي شرفتنا والله دايما برامجه وبعدين صلاح ما شاء الله عليه يعني ثابت وجوده في كل مكان ربنا حبيبي ما يحرمش منك حبيبي الله يخليك كل سنه وانت طيب يا ابو طيب وعيد سعيد عليكم يا رب دايما سي محمد شيل الاجواء في السعوديه غادي والله الحمد لله الاضواء جميله جدا والوضع سليم يعني الحمد لله رب العالمين فما احتفالات حاليا بقى افضل كتير الحمد لله رب العالمين الوضع بقى رجع طبيعي جدا الحمد لله والحمد لله والله الامور مستقره وتمام بفضل الله والمساجد يا محمد وانت مثلا والله في الامتلأت وكل حاجه تمام الحمد لله رب العالمين والله الامور هنا تمام وصل الحال طبعا رفعوا جمال اي حظر بالنسبه للكمامة بالنسبه لاي شيء يخص موضوع كورونا شبه انتهت تماما الحمد لله رب العالمين والاكل يا محمد بتعمل عندك اكل مصري ولا ظروفك ايه يا محمد والله لا اكذب عليك لو قلت لك الاكل المصري ما فيش فسيخ هو مثلك عرفنا على حاجه اسمها الفسيخ هذا لا هم هنا لا الفسيخ ده في مصر لكن ده احنا لو جبناه هنا ممكن يطلعونا من السعوديه بفضيحه والله انا لسه بقول له ده الفسيخ يتمسك من هنا في المطار اصلا ما اصل ريحته قويه لهالدرجه هنا بصراحه والحمد لله هنا يعني كبسه على طول كبسه كله كبسه على كبسة. طول كبسه الكل كامله بالسعود العيد الحمد لله الشعب السعودي شعب جميل جدا ربنا يحفظهم يا رب بلد الحرمين وانا بقالي فتره معاشرهم الحمد لله ربنا يصلح حال الجميع ويصلح الحمد لله جميع الدول العربيه يا رب امين ابعت تهنئه بقى يا محمد تحب تهني مين بالعيد كده من الجماعه في مصر واهلك انا ما حبيتش اتكلم كتير وسبت لك الفرصه اهو وكمان ايه بقى لما بتكلم حد تونسي انا اللي برد عليه انت مصري فهخلي التونسي هو اللي يكلم علشان نقابل تبادل لهجات سعيد جدا اول حاجه لو هن حد يعني انا سعيد جدا بان انا ضيف عندكم اليوم على البرنامج بصراحه وشرف ليا ان انا يعني اعمل مداخله معاكم مرحبا بيك سي مرحبا الله يبارك لك وبصراحه يعني انا صلاح من الشخصيات الغاليه والناس المحترمه اللي انا بعزها جدا مجرد صديق والله بس يعني ربنا يحفظه يا رب اما تهني لي يعني احب اهني جميع الشعوب العربيه مش حد بعينه يعني جميع المسلمين والشعوب العربيه كل عام وهم بخير وبصحه ما تنساش سامح يا محمد سامح الله يبارك لك عشان ما وديناش في داهيه بس لا ما اقدرش ان انا سامح صبري ربنا يبارك فيه يا رب امين يا ربي يعطيك صحه محمد شكون اخر كان نسيت حد اخر اتفضلي لا شكون تحب تسلم على شكون ترجمه انزل لك بالترجمه مين انا عاوز اسلم عليها صاحبي خد بالك ان انا بفهم تونسي شويه طيب كويس مش تحكيوا فيه الموضوع هذا بالله خلينا ما دام معانا محمد ومعانا صلاح حكى معانا بالله محمد في التليفون لهجتنا يعني كلامنا التونسي لهالدرجه معناها ما تفهموش مفهوم الساعة لا بالعكس احنا نفهم اللهجه التونسي بنسبه 70 80% اما بالنسبه اما بالنسبه للتوانسه يفهموا اللهجه المصريه مليون في الميه ليه هكاك اللهجه المصريه الناس الكل تفهمها يونيفرسال تحس المصريه معناها عادي نتاع يعني العربيه اللي تفهمها اللهجات الكل اما التونسي احنا من يعني تجي من اللهجات اللي اسهل من برشا لهجات اخرى حتى اسهل من العراقيه اللهجه العراقيه يعني انا سافرت 9 دول معظم الدول يقولوا احنا نفهم اللهجه المصريه لكن انا ما بفهم مش كل الكلام اللي انا افهمه احنا تهمينا اللي اللهجه نتاعنا صعيبه ولهجتنا خاطئه لهجتنا سهله هكا واحد يسمعنا بالكدي يفهمها سهلة ايه طبعا ايوه طبعا طبعا وخلي الطبق مصطور يا ابني انا فاهم اللهجه التونسي
اكتر من اللهجه الجزائري على فكره والمغربي. أيوة يعني المغربي والتونسي صعب كتير عليا الاشقاء الكل في كتير كتير في بجد الجزائر لكن المغرب التونسي صح. انا افهمها يعني وبعدين احنا بنتكلم عربي صحيح هو نتكلموا احنا عربي ما احنا عنها هكا شويه عربي على فرنسي على شويه امازيغي على مسيرك هتيجي هنا وتشوف صحيح. ونشوف كلامك هيبقى هو ولا هيتغير اللي على البر شاطر يا صاحبي انت عارف طبعا ان انا بحب الشعب التونسي اكيد والله لا جدا فعلا فعلا طبعا وانا والله العظيم سعيد جدا بالمداخله الجميله دي وكل سنه وانتم طيبين واحب اهني احب اهني اصدقائي جميعا وزوجتي واولادي واهلي واصحابي في مصر كل سنه وهم طيبين والشعب العربي كله اهل تونس الكرام يعيشك وانت طيب وبخير وسعاده يا عم الله يعزك يا حبيبي كل عام وانت حي بخير والفاميليا كل بخير ونهنيكم اكيد بالعيد يعيشك يا سيدي مشكور جدا تحية منا لمصر وشعب مصر وشعب زاد السعودية والناس الكل اللي تسمع فينا أشقائنا في الجزائر وفي ليبيا وفي المغرب إن شاء الله عيدهم مبارك على الأمة الإسلامية جمعاء مازلنا متواصلين معكم دائما أرقامنا على ذمتكم بلي قبل ما نمشي مازلنا في السجن تاع اللهجة صلاح دوبا جيت لتونس لقيت صعوبة في اللهجة في اللهجة التونسية جدا عليه جدا سنة معناها سنة كلك اقول لك على حاجة يعني انا مثلا كنت بسأل واحد على حاجة وبقول له عاوز اروح مثلا لمكان معين اخويا مصري بحذا المنجلة طب مش فاهم يعني ايه المنجلة بره عد الرمبوا خدي على الكياس يا عم في ايه يا عم والله العظيم يا عم احنا عرب ما انا مش فاهم حاجه شوف اقول لك على حاجه اكثر كلمات لقيتهم يعني هكا بالحق غريبين وما فهمتهمش اكثر كلمات تونسيه بالحق قلت شنيه هي ايش معناها طبعا هي. اي مصطلح تونسي أي. داخل فيه فرنسي طبعا انا فيه ابيض اوكي, أوكي. ابيض واضح دي حاجه أي. ممكن مثلا في الاول حد يكلمني تونسي يا حمزه وانا مش فاهم الكلمه ابدا أي. افهم معنى الكلمه من سياق الكلام تمام ابدا تمام يرجع دخل تاني دخل كلمه مش فاهمها اقول ايه اكيد هفهمها بعدين لما بلاقي بقى يدخل كلمه انا مش فاهمها مع كلمه فرنساوي اقول لا اظبط وارجع تاني كنا ماشيين حلوين والاول مثلا لما كان حد يجي يتكلم معايا مثلا تونسي ولا اي حاجه كنت بفضل كل شويه تبعيد تاني طب واحده واحده مش قادر افهمها لا دلوقتي لو ما شاء الله بيتكلم بالزربة او بسرعه لا عادي افهمه ما فيش اي مشكله طيب معناها تفهم تونسي بالقديم القديم لا بالقديم ده بالقديم القديم 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 لحد بكره لا معناها حتى كي تنجم حتى تحكي تونسي دي عندك ولا عندك كلمات بالتونسي اتكلم تونسي اما اللهجه يعني انا مثلا ظهر اللهجه بتاع مصري يتكلم بالتونسي لهجه ظهر هكا لهجه صعيدي كمان اي هو السعيدي هكا فيه حاجات يشبه شويه للتونسي اللهجه جدا جدا وحتى في كلمات سعوديه اصلا يعني مشتركه ما بين يعني انا مثلا كان في واحد سعيدي صديقي بكلمه بقول له انت فين قال لي والله كاري دار توا ورايح كاري دار كاري دار قلت له يعني بس ما بقولوش توا بقول له في التو في التو تو نجيك صح تو نجيك يا واد عمي هي ليه هي اللهجه السعيده صحيح محلى هي كل لهجه وعندها الجماليه نتاعها والشارم نتاعها وتبقى اللهجه العربيه اما محلاها لهجتنا زاد بيكش طبعا لا 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 طبعا بيكش نتاع القراوه نتاع القراوه بيكش بيكش نتاع القراوه فسر لنا بالمصري حسب مفهومك ايش معناها بيكش بيكش يعني عامل يا اسطى عملية ايش نحويلك ازاي اخبارك ازاي اخبارك ازيك اللي هي كيفك كيفك صح تمام احنا نقول بيك يعني مره كنت بعدي والله ده موقف احنا متعودين متعدى لوحده له السلام عليكم يا عم اتفضل يا عم كذا فبعدين ما عدى لواحد بقول له السلام عليكم قال لي سلام يا عم ما تكملها يا عم وانا مضايقك في حاجه اقول عليكم السلام ورحمه الله فبتبقى في حاجات كده بتضحك الواحد اي ولا فما حاجه يقول لك سلام صاحبي معناها هكا في بالفاسون بتاعنا معناها كل اللهجه التونسيه فهمتني هو الموقف اللي حصل لي لما كنت اول ما جيت كنت في قهوه فحد تونسي واخ مصري نفرح بيك وكذا وكذا قلت له تمام قال لي انا اسالك سؤال قلت له اتفضل قال لي معرس اخويا معرس قلت له نهارك السود دي ليه بحكة تقعد اللهجات فين وفين لما عرفت يعني متجوز قلت له والله العظيم ظلمتك هذا يا سيد اللي انت كنت معاه لا حد تونسي يعني لما جيت فبيسألني عايز يقول لي متجوز ولا بس باللهجة التونسية قال له
معارس خويا ما فهموش طبعا لا انا فهمت بس بطريقه ثانيه يعني بطريقه فما كلمات ما يتقالوش بالمصري فهمت كيما زاد في لهجات المغاربي سي بارتو باغي معناها في كل بلاد ورطالها لا لا فعلا انا حطوها يعني صارت لك هو يقولوا تصيرك الشوك سوسيال اش معناها الصدمه الاجتماعيه وقت اللي تبدل من حضاره لحضاره اقول لك على حاجه يعني انا حتى مثلا كنت بتكلم مع صديق ليا في مصر فبيدعيني بيعرفني ان في صديق لنا هيتجوز فانا في بعض الكلام بقول له ايه طب بقول لك ايه وقتش عرس وقتش يعرس هو قال لي انت بقيت قليل ادب ليه صححنا ليه انا لا لا اكيد لا اكيد طبعا العرس هي الزواج اما بالحقيقه دو كلمات معناها كي تشوف الفرق ما بين اللهجات والحضارات حاجة فاسينانت يعني حاجة جميلة وجميلة جدا يلا احنا مازال متواصلين معكم ودائما في بلاتو سبيسيال نرجعوا تتسويت بوس صغيرة بالموزيكا ونرجعوا باتصالاتكم مرحبا بالناس كل اللي بونشار 93 زهرة الفم هذه هي أكيد الحياة فم في بلاتو سبيسيال مكملة معكم لسه دمت على العشية دائما في استقبال تليفوناتكم جونا حفالي والله أحسن حاجة هكا قاعدين بالنسبة للناس اللي قاعدين يتفرجوا علينا هكا فيا فيسبوك يشوفوا في الغروب قاعدين نشوفوا في الغروب عنا فيو عالمي الحقيقة والله فيو عالمي أيوة أخويا ينورك هكا كي تورينا الوجوه المشرقة والفيو العالميه اللي ورانا هذه خويا القروان بشمسها بالنخله نتاعها المزيانه بالفيو الحلوه ان شاء الله تجينا هكا القيروان شامخه وفي العلالي وبارلون على القيروان وشامخه في العلالي فما شكون سبيسيال بحضنا ما يوري القروان كان دائما في ابهى وفي احلى صوره هكا تقولش عليها فوتوشوبي القروان ولكن لا يا اخي تتصور كيف ما هما على طريقته الخاصة عيدك مبروك سي فراس الكيلاني يعيشك ويعيشك نور إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير كيف مستمعي حياة فهم وكل الأمة الإسلامية بروبو القروان استدعاكم داير توا مازال كهبط فيديو مزين على اللكسيون تاع حياة فهم صح. فيه الفيو على قروان فيه حاجة مزينة برشا إن شاء الله نستدعاكم ساعة مش تشوفوا الفيديو وشوية أخرى مش لانسيو جو صغيرة معناها حضروا رواحكم حلوا الباب تاع حياة فهم راهو فما كادو صغير هكا مش يكون تو قاعد يحضر ديجا قاعد يحضر بالنسبة يعني البرومي اللي يحط كومنتير للي بارتاجي للي يعمل فيو أي حد معناها يكون سباق باه هو الجو صغيرة نتاعنا لازم أي حد يماركي أصحابه الكومنتير اللي مش يعمل أكثر جيمات ومش يكونوا حاطين جيم على الباج وجيم على الفيديو هذايا هو اللي مش يربح معنا كادو اليوم تخي بيان تخي بيان والريجل واضحين معناها تنجموا تربحوا كادو معنا مزيان هكا والعيد يولي عيدين الحقيقة بالحق انفيتاسيون من ليكم الفيديو اللي باش تهبط بعد شوية على الباج أوفيسيال توري زينة القروان أون فيت توري القروان الحقيقية توري القروان هذيك هي القروان هذيك هي القروان اللي نعرفوها هذيك هي القروان اللي نحبوها هذيك القروان اللي تربينا عليها جماليه عالميه الحقيقه ميرسي كيكم ميرسي فراس اللي دائما تسعى باش توريو القروان في صورتها الحقيقيه في صورتها هذيك المزيان هي نون والله قروان مزيان صح بالحق مزيانه 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 القروان جست احنا لي مويان ناقصين شوي معناها احنا توا معناها اللي خلينا نزيدوا اكثر من غيرنا انه الفيو هكا سبيسيال وانه الماتريال الحقيقه عنده قيمه شويه معناها احنا انفستيسمون كبير برشا معناتها في توسكي ماتريال واكيد كي يكون واحد قروي ما انفستي في توسكي ماتريال نتاع تصوير اكسيتيرا لازم يبدا من القروان ولازم يفيد بها ولايه القيروان انا ان توكا الماتريال الكل معناها بدا ديجا من السبوت نتاع المولد النبوي الشريف هذه السبوت الثاني بالنسبه لمدينه القيروان وان شاء الله مزيد معناتها الماتريال والبيرو الكل على ذمتكم يعيشك فراس انت ولد الدار ديجا مشكور جدا على الخدمه الحلوه والمزيانه وعيدك مبروك يعيشك سينو فمش حدا تحب تسلم عليه من منبرك لهنا والله تحيه سبيسيال برشا لأمي وبابا وخواتي زادة كيف والفامي متاعي والناس اللي يتبعوا في كيكا متابعي كيكا ومتابعي الحياة فهم صحابي وحبيبي إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
فراس كليل. يعطيك صحة فراس، إن شاء الله ديما هكا منور وإن شاء الله ديما بحذانا. سي نور احنا مازلنا في لحظة نور لحظة، نسيت حاجة مهمة اللي هي المدام. المدام صحيح، تحب تتغش على أيوة توا جيب ربي فوالا. سلم عليك تحية كبيرة للمدام زيد. فما حق الملح عطيتها ولا مازلنا هذا بعد العرس حق الملح؟ ما هو تمهيد، ما فما حدا هي دخلت الكوجينة مسكينة أنا بصنفت في دارها، ما بتمهيدات ما مازلت ما ذقتش الملح. معقول جدا معقول جدا. سيدي سلموا اكيد على هكا المخطوبين الكل وعلى المعرسين الجدد وعلي دخلوا اكيد زاده في القفص لقفص الزوجيه. ان شاء الله ربي يهني الجميع. يلا انا مدام نزهه في التليفون. مرحبا يا مدام نزهه. الو عيدك مبروك. عيدك مبروك يا لله. شنو احوالك يا مدام نزهه؟ مدام نزهه تسمع فينا؟ اسمع فيك. شنو احوالك يا لله؟ شنو احوال الصحه؟ عيدكم مبروك علينا وعليك يا لله. منين تكلم فينا يا مدام نزهة؟ والله نطلب فيك مطلبه بنتي انا ريتيل باش تعيد على عمها صلاح. هي استنيت هي والصغار خرجت. لا سيدي مرحبا مسيش حطيتي لله تنجم تعيد علي تحب علي وسي حمزه تحب تعيد عليه باسكو استاذها قراها موسيقى يتذكرها ولا او يضحك سي بون يتفكرها. يا لله مبارك سنين دائما مدام. السلام عليكم. عايشك ربي. كل الاذاعه كل نهار تصبح عليك. اي صحيح ريتيل الهاني هكا صحيح. هي تلميذتي قرات عندي في الكونسرفاتوار نحييها فنانه الحق فنانه صاعده شابه ربي يوفقها في مسيرتها بالحق. انا من 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 العباد اللي المبهرين والمعجب معناها بالحس الفني وكل الضخامه اللي في صوتها وكل مستقبل الكبير انا قاعد مصور قدامي وقاعد نستخيل فيه بالحق. ربي يوفقها ربي يعطيها كل خير ويعطيها ما تتمنى وربي ينجحها ان شاء الله يا رب. يعيشك كل عام وانت حي بخير. عايشك ربي يفضلك. مساء الخير يا مدام كل سنه وانت طيبه. عيد مبروك كل عام وانت حي بخير. عليكم مبروك. طبعا ريتال طبعا غنيه عن التعريف، واللي عاوز اضيفه كمان ان ريتال ما شاء الله يعني صوتها يغني التونسي الطابع التونسي ويغني الشرقي كمان. تبارك الله تبارك الله. المساحه الصوتيه لصوتها قويه جدا وفيها عرب يعني ما شاء الله عليها يعني، وربنا يحميها ويحفظها من العين. واكيد القادم افضل لها سواء في مجال حياتها العمليه عموما في مجال القرايه والدراسه وفي حياتها الفنيه اللي هي موهبه متفرده، وربنا يا رب يكرمها. وكل عام وانتم بخير وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. يا عايش كل عام وانتم حي بخير وديما منورين ان شاء الله الاذاعه. يا عايشك يا مدام نزهه. يا عايشك يا لله الله يخليك ان شاء الله انت هكا زيد صحتك بخير وسافا العيد تعدى هكا بالاجواء باهيه. فما خرجه العشيه ولا بشدوا الدار؟ الحقيقه رمضان والعيد السنه مش كيما العاده خاطر بابا نزل كي توفى خلى بلاصته كبيره برشا. الله يرحمه وينعمه. الله يرحمه وينعمه. الحمد لله وشكرا. الحمد لله الحمد لله. عندك ان شاء الله خليفته اللي هي الاولاد ان شاء الله يتربوا في عزكم وان شاء الله هو ربي يرحمه. ربي يرحمه مدام وان شاء الله يجعل الجنه مأواه ان شاء الله. امين يا ربي يصبركم على فراق وان شاء الله عيدوا في الجنه ان شاء الله. يعيشك سينو. نعيد على الناس الكل اللي تعرفني الكل يعرفون كل خاطر برشا باش يتغشوا لكن باش نطلب يعيشك يا لله. كل ان شاء الله كل عام وهما حيين بخير وان شاء الله ديما متألقين. يعيشك يا لله. يعيشك يا مدام نزهه مشكوره جدا ويعطيك الصحه هكا اللي تفكرتنا يا لله وكلمتنا ان شاء الله ديما معانا وديما هكا صوتنا قريب لكم يا جماعه وديما اكيد في الاستماع. احنا مازلنا متواصلين معاكم ودائما في استقبال تليفوناتكم. انس الجميله تستقبل تليفوناتكم. زملاء يقولوا لها اكيد مازلنا في استقبال التليفونات على 70 35 120. هذوما ارقام الهواتف نتاعنا تنجموا تكلمونا منين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. احنا هكا الجو نتاعنا جو العيد يقول لي اليوم وصلنا لل البرشا أبلايس من خارج أراضي الوطن اللي هوني في القروين للناس اللي تسمع فينا في تونس. إن شاء الله ديما هكا نهلوا عليكم بالفرحة يا ربي على الحياة فام. سينو مدام فراس عندي في البلاتو خلنا نسأل فراس اليوم كيفاش عدت العيد فرانشمان وقت قمت اليوم؟ خاطر اصعب حاجه راهو الغيت نتاع بالنسبه لي تو باش نرجعوا فوالا اكزاكتومون سي نورمال خاطر برشا من الناس تو باش يلقاو صعوبه كبيره في الغيت. دابيتود وقت سرقت في رمضان فراس؟ والله الجمعه الاخرانيه هو اللي يتبدل النوم نتاعي سينون. الحقيقه في رمضان نقوم صباح بكري كل يوم ديبلاسمون سوسه تونس معناتها عديتها رمضان تعبت فيه سنين بالكدا. اخر جمعه كا ونقى روحي
فوالا ايوه تعب يرجع كمان رمضان يجيب البركه نتاعو صحيح. اما الله غالب يتعب شوي في الاخر مالوغيزمون معناها مي بون يجينا هكا هو مريره في العام ولكن برشا ناس تو لقيت تلقى صعوبه في ترجيع الغيتم وترجيع النوم اليوم كنت ايزيتون هكا في شربين القهوه دوب ما قمت والله نسيت اصلا صحيح شفت معناها قمت ديجا تفرجت على التلفزه ما ديت تليفون ومن بعد من لي ساتو قلت حق حق مواعيد نجم مسموح لي اللي هذا بقى ديجا كي قمت نلقى روحي بعد دارنا قمت هما فطروا وراكم امورهم صح حبوني نكون قاعد معاهم انا صباح في الفطور قلت المره تاع برشا استدعانا سي حمزه البارح على قهوه حصلت لنا المطليه واحنا نزلنا لبرا جرت حمزه كهو قمنا مؤخر انت افطرت قعدت شويه مع الدار وجيت الحياه فاهم جيت الحياه فاهم العيد توا مش يبدا العيد بدا عنا احنا يا سيدي مرحبا بيك ان شاء الله ايامتنا الكل عيد وان شاء الله ديما هكا معاكم عامره العامره وبيكم انتم حافله اكيد على الحياه فاهم عنا مدام وسيله في التليفون مرحبا يا مدام وسيله عسلامه يا نور عسلامه مرحبا بيك وعيدك مبروك شي احوالك يا للا الحمد لله عايشك الله يخليك الله يخليك لنا ياسر على هالسوية الجميل والطلة البهية يا عايشك ديما معاكم راه والله ديما معاكم اما الله غالب ما تعرف صغار ومسؤولية وراني حياة فئام هذيك صدقني إذاعتي المفضلة سيرتو كي تبدا فيها نور المدينة الله يخليك يا مدام وسيلة إن شاء الله ديما هكا تهلا علينا كيفاش تعدى رمضان السنة؟ والله سافا يعني جزء خفيف وما شاء الله يعني والله لا حسيت فيه انا واحده من الناس شفت يعني. في ساعة تعدى الحقيقه رمضان السنه خفيف نظيف صح 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 واليوم العيد كيفاش بدا النهار اش عملت فما شي خرجه جاوا بحدك الفاميليا اي جاوا حدايا الفاميليا من الساقس او يعني قمنا بالواجب معناها كي معناها جوست كيما يعني جوست كيما العيد اللي تعدى واللي تعدى واللي قبله فهمت عدينا جو به تبارك الله يعني ما صريناش الوقت وما صريناش النهار والحمد لله ان شاء الله يرجع لينا بالخير وان شاء الله كل عام ونحن حيين بخير امين يا رب اليوم يزوري فماش انسان ما سالتوش فما ملوخيه اليوم ولا اي بتبيعها الملوخيه ما تغيبش عليا راه تبارك الله هي محلاها الملوخيه كي شوف رايت لم العباد الكل يقول لك ايجا افطر بحذايا راني عامل ملوخيه ايجا مرحبا بيك في راني عامل ملوخيه اللي جا عايد يجي راه فطورنا ملوخيه والملوخيه يعني مش هي كي اللي تلم العباد تبارك الله وريحتها بركه يا نور أي. ما شاء الله تبدا في الحومه الله 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 ما تشهيناش لالا ما تشهيناش لالا صحه وبالشفاء يعيشك لالا كانك جبت يعيشك يا مدام وسيله ان شاء الله صحتك بخير ان شاء الله البلادات بخير لالا علاش كنت تحب تسلم يا مدام وسيله والله نحب نسلم على ستاف حياتك امل كله نقول لكم ان شاء الله ناجحين اكثر واكثر يعيشك لالا وعلى اولادي محمد اشهد ومجيب الرحمن وزينب وعلى الفامي نتاعي الاستاذ رفقي خويا ومرته الدكتوره حنان دريره واخواتي رشيده وسلوى وان شاء الله الكلنا بخير وان شاء الله يتعدى علينا رمضان تعدى علينا رمضان ان شاء الله خير وان شاء الله العيد يتعدى علينا زاد بخير امين وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله النجاح اللي انتم فيه ان شاء الله يزيد اكثر واكثر الله يخليك يا مدام وسيله يسعدنا جدا انه سمعنا صوتك واحنا ديما هكا ان شاء الله هكا قراب مما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا ناس اللي في قروان ناس اللي خارج اراضي الوطن هكا جونا حلو برشا برشا وخاصه نبارطاجيو معكم في الناس اللي قاعده تفرج علينا على ريالمون جو الاستوديو الفيو المزيانه اللي قاعدين تشوفوا فيها هكا القروان الحلوه في ابها طلع الزملاء يقول الفيديو هبط في الباج سيبون الفيديو هبط توا نستدعاكم ناس كل بكثافة تحبكم تعملوا تعملوا هكا هدة كبيرة على العالم بارتاج ودي جيم ودي كومنتير نعاودوا باللجو متاعنا صغيرة انه لازم تمركي اصحابك على الاقل خمسة اصحابك لازمهم يكونوا حاطين جيم على الباج نتاعنا والكومنتير اللي فيه اكثر جيمات اخر الحصه هو عنده كادو تري بيان الوغ الفيديو بالحق يا جماعه سحر القيروان
سحر القروان في الليل في ليالي رمضان تشوفوه معنا في الفيديو هذية. وإحنا يشرفنا برشا برشا إنه الحياة فهم تقدم لكم يعني البيس اونيك هذية. ما نجم نقوله كان بيس اونيك اللي باش تلقاوها على الباج اوفيسيال متاعنا في القاهرة وين كي تبدأ تتجلى في أبهى حلة في ليالي رمضان المزيانة. أليزي يا جماعة جو 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 للباج وما نوصيكمش أكيد على الليجيم لي كومنتير تصدعا وأصحابكم لو ماكسيموم عندكم دائما ربحين على الحياة تفهم. يلا تمر الهندي والموزيكا التونسية تسويت ورجعنا الناس كل معضل الموجة على زهرة الفم مكملين معكم بلاتو سبيسيال حتى لست متاع العشية ودائما مرافقينكم بمختلف الفقرات. الحقيقة دائما رافقنا هو لما حال معنا طيلة شهر رمضان بكل ما هو عادات تقاليد كل ما هو حاجات من قاع الخابية. رجعنا اليوم باش ودنا بالحاجات التقليدية الزايدة نتاع العيد. مرحبا حمزة بالشيخ. عسلامة. مرحبا نور. مرحبا بكافة المستمعين. اليوم حددنا حاجة سبيسيال باش نحكيو على العيد والحاجات النوستالجيك اللي تصير معنا في العيد وشنو هو اللبسة شنو هو كل شيء باش نحكيو عليه. الحلو كل شيء. عيد وجديد توا العباد في العيد يهزوا صغيراتهم ويمشي ويشريوا لهم حوايج العيد. صحيح. اللبسه اللي باش يلبسوها نهار العيد ويهزوا هكا الصغيرات قدام الفترينه باش يختاروا الحوايج ويدخلوا ويشريوا ويقيسوا ويروحوا بحوايج حاضرين باش. اما انا باش نحكي لكم قبل كيفاش يعملوا قبل ما تعرفوا كانت العائله كبيره. لهنا نحكيوا على عائله توصل بالقفيز واربعه بطبيعة لهنين ساق قبل تعرف تخيط وعندها ماكينات في الديار يقرأوا حسابهم ويقصوا القماشات اللي باش يلبسوهم لبناتهم في العيد. هاوك عاد انتي والفصل شنو ربيع خريف صيف والالوان اللي يحبوا عليهم ويبداو يخموا في الفصالة متاع البنوار شنية يا فولونات يا دونتيل يا ريكيمو. ما نحكي لكمش حصيلوا حاجة مزيانة. بالنسبة للأولاد الذكورة يشريوا القماش ويهزوه للتارزي باش يعملوه كسوة عزيزة وغالية وكان لفصل شتا يزيدوه كبوت زادة مالا كيفاه. حاضر في زمان بكري كانوا يخموا أنه هذك لسياج صغير في العيد يتعلم يلبس الكسوة باش يعرف يقعد بيها وكيفاش يلبسها وما يبداش متقلق من الكرافات ويبدأ مرتاح مش كي توا تلقاه عمره كامل بالجين وسورية محلولة. نهارة العرس ما نحكي لكم مش كيفاش يبدأ مستانس بهك اللبسة. ما كتعرفوا المثل اللي يقول اللي مش مستانس بالبخور. كانت حكمة قبل كي يلبسوا صغارهم في العياد حاجات كانوا عروف يخرجوا والطفلة زادة كيف كيف هاوكا يبدأوا يجملوا فيها ويزينوها وشعرها بالضفير حصيل وتخرج مخلطة من كل شيء. وما نحكي لكمش كي يبداو ستة بنات تلقاهم خارجين سيري كسارونات الكلهم كيف كيف فرد في صالة عمالة المرأة باش تبقى تكسر في راسها قداش منها هاوكا تعملهم الكل فرد في صالة وترتاح فك علينا من المشاكل. أما قعدنا في الصبات هاوكا البنات كان صيف ياخذوا صندير وكان شتا ياخذوا صبات مسكر. أما الأولاد في شتا ماذا بيهم يشريوا لهم صبات فيرني اي هكا يحبوه وكان لازم بالقزقزني باش كي يبدا يمشي يبدا صباته يعمل في الحس. عيد باي حال عدت يا عيد ان شاء الله يهل علينا العيد ببركته. تعرفوا اللي عاداتنا في تونس ما نعيدوا الا ما يروحوا العباد مصلة العيد. والعيد في تونس نسميه العيد الصغير. يقول القايل علاش الناس الكل يسميوه عيد الفطر كان احنا في تونس عنا العيد الصغير والعيد الكبير. العيد الصغير يتسمى كيكا خاطر اصلا للصغار حوايجهم ولعبهم اللي يبداو حاضرين قبل 15 يوم ساعات وليله العيد يحدوا يتحضروا تلقاها الصغير ليلتها ما يجيش النوم يستنى باش يطلع الصباح باش يلبس الحوايج جدد ويمشي عيد على العيله والاحباب والاصحاب يشوف ولاد عمه ولاد خاله ولاد خالاته ويمشي لدار مماته بطبيعه. وبطبيعه لهنا ما فماش قطوس يصدر ربي هانو بخلاف هاك اللمه والحلو اللي باش يذوق منه ثم هاك المهبه والمشارقه يسميوها العيديه. كل صغير هانو ياخذ مكتب من عند الخاله ومن عند العمه ومن عند العم ومن عند الجده ومن عند الجد. اما لكن فتكم بالهدره
قبل رمضان بثلاث ايام ولا قبل بيجي العيد بثلاث ايام ولا بجمعه كانوا باش نحكي لكم على الوقفه نتاع الكوشه نتاع الحلو يمشيوا كنساء ولا يبعثوا صغارهم ولا رجالهم يهزوا طبق الحلو ثم كلمه شهيره يقولوها بربي عينك على الطبق وما تنساشي على الحريق باش ما يتحرقش صحيح صحيح ان شاء الله تكون عجبتكم هالكلمات رجعتنا انت رجعتنا للزمن الجميل اللي وقت اللي كنت نحب ناخو موكاسان في الدوري وقزقزني ولا قزقزني صحيت والله قزقزني كلمه شهيره يا حسره يا حسره يا حسره يعطيك الصحه حمزه دي معاك مرجعنا للاجواء القديمه وللحاجات النوستالجيك سينو احنا نمشيو توا للحاضر وللبريزون وبالتحديد لشنو صاير نهار العيد في الشارع القيرواني دائما مع الزملاء يعطيهم الصحه اللي دائما في التغطية والحقيقة هو المحل ساعة تحية الزميل حسن نبتي كان عمل غوبورتاج يعني عنده البارح عمل غوبورتاج وكان غطى الشارع القيرواني على الناس وأقبل الناس على لبسة العيد بما أنه هالأيام هذية أو هالأشهر هذية بلوتو بعد الكوفيد جاتنا كالنكسة الاقتصادية الظروف صعيبة على برشا من الناس وخاصة دائما وقت اللي نحكيو على العائلات يجيها شهر رمضان وبعدك نشريو دبش للصغيرات فما مصروف مساكن هكا مسكين رب البيت واللي يصرف على العائلة عنده شارج كبيرة برشا برشا ألوغ شاهدنا من خلال الروبورتاج هذايا مشكور جدا مرة أخرى حسن نبتي على المتابعة اللي التونسي ولا مقبل على الفريب وكي نحكيه على الملابس المستعملة نحكيه على برشا شرائح ما عادش تو ولات مقتصرة على شريحة معينة ألوغ الحقيقة برشا من الناس تقول لك أنا نلتجئ للملابس المستعملة خير اللي من أنه نمشي ناخذ القطعة متاع بحق معناها نشري بها 20 قطعة في الملابس المستعملة هذه من الحاجات اللي اكتشفناها البارح كي خرجنا للشارع التونسي وإحنا ديجا ماشيين نرجعوا للشارع التونسي ونشوفوا المواطن القروي كيفاش يحتفل بالعيد معنا الزملاء تو ديريكتومون في الموبيش المشارع التونسي حسين تسمع فينا حسين تسمع فينا الو عسام مرحبا بك يا حسين عيدك مبارك اهلا وسهلا علينا وعليك كل عام وانت حي بخير وكل مستمعين اذاعه الحياه فهم حي بخير يا عايشك خرجنا للشارع نشوفوا أيوة. الاجواء الحقيقه برا اجواء كبيره اجواء متميزة الحقيقة فما لاحظنا انه فما برشا ضيوف جاو للبروان باش يعيدوا في البروان تبارك الله على هالمشهد اللهم صل على النبي قاعدين نتفرجوا بالحق الخاطر برشا معناها برشا خاطر وبرشا ناس جيت من كل البقاع تبارك الله يعني برشا ناس واجواء احتفاليه بالكدا العباد تغزر باللبسه التقليديه محليهم شنو حسين هذا فما طهور صديق ولا طهور صديق ولا طهور ها أو معنا مواطن نور مرحبا نور تسمع فيك نسمع فيك حسين نسمع فيك معنا مواطنة وبحرية صغيرات نتاعو عيدك مبروك ومرحبا بيك مرحبا يعيشك يا ربي يفضلهم لك وربي يسهم يعيشك احنا توا في برنامج مع نور الباشي عبر موجات إذاعة الحياة فهم نور هو معنا سيدي مرحبا بيك عصيمة سيدي مرحبا بيك نتعرف عليك مرحبا بك يا سيدي مرحبا عيدك مبارك عايشك ان شاء الله كل عام وانت عايش الله يخليك ان شاء الله عيدك مبروك ان شاء الله ربي يفضلك الصغيرات كيفاش احتفلتوا اليوم بالعيد هكا خرجتوا مزيتوا كي خرجتوا للشارع ولا من بكري الو نسمعوا فيك نسمعوا فيك معاش كيفاش كان الاحتفال اليوم بالعيد والله الاحتفال كيما العاده شوف قمنا الصباح تلمينا كما العادة العائلة كله وبعد واحد عمل تبع العادة القديمة ديما ملوخية نهار العيد ايوه وتوا خرجت السيارات معناها شوية غطية ومناج
كما العادة والعادة. ربي يحيينا بخير وإن شاء الله ربي يحيينا بخير. أمين يا ربي يعطيك الصحة سيدي ومرحبا بك ومشكور جدا سيدي اللي دخلت معنا. عايشك إن شاء الله ربي يحفظ الصغيرات. الحقيقة زدنا مازلنا معاك مازلنا معاك حسين قاعدين زدنا نشوفوا حسين فما زدا وفد من السياح زدا قاعدة تتوفد على القيروان فما برشا سياح زدا تعديوا هكا وفد كبير من السياح حاجه مزيانه وحاجه كبيره زاد اللي السياح قاعدين يتوفدوا ويرجعوا الحقيقه كما عرجت قبيله قلت لك عديد الضيوف اللي توفدوا حتى في العيد على مدينه القيروان كما ما عرفش صوره قاعدين نشوفوا في الجمهور الغفير اللي موجود اللي خلينا ناخذوا او باش ناخذوا باش نشوفوا مواطنين اخرين معنا دخلوا معنا تبارك الله محليهم العبيد هكا محلى اللمة وياسر هكا ناس كل المجتمع وحسين هكا أمد التلقائية أكيد في الشوارع القيروانية شكون قاعد يصور هذه أنس نتصور تعطي فينا في ديبلوم محليهم محليهم توري فينا في وجه القروان برشا عبيد ملمومة الحقيقة العبيد كل هكا قاعدة تبرتجي في فرحة العيد من كبيرها لصغيرها تبارك الله يعني من كل الفئات العمريه الناس قاعده تحتفل الطقس مزيان جو العال العال الناس في ابهى حله مدبش جديد للشوشو للبغبا بابا تبارك الله الحلو والمالح كل شيء موجود معناه الوغ سي تري بيان هذه حبينا نطمنوا عليكم احنا ونخرجوا للشارع القيرواني وحبينا هكا نشوفوا الاجواء باش نبقاو ديجا بعديك باش نعملوا غوبور تاش كامل مع الزملاء من قسم الاخبار وزميلنا حسين مشكور جدا اللي دائما في الـ في الـ في المتابعه الوغ جو مزيان جو احلو بالنسبه للناس اللي تسمع فينا في كرهبره والجو مزيان في شوارع القيروان مرحبا بكم الناس الكل هكا نجموا تطلوا وتخرجوا مع صغيراتكم يظهر لي هكا وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم يعطيك صحه حمزه مشكور عايشك نور اليوم تعديت ان شاء الله اللي جاي خير مره اخرى نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك ان شاء الله سنين دائمه ربي يعيدوا عليكم ان شاء الله بالخير والفرحه واليمن والبركه ان شاء الله تكونوا ان شاء الله شهر رمضان يكون طالع خير عليكم الناس الكل وتعدى مزيان بكامل الظروف الباهيه والظروف اللي تخليك معناها تخدم في المجالات الكل بالمناسبه هذه نحب نقدم ديديكاس كيف قدموا لي اكيد انت ولد الدار تقدم تقدم نحب اول حاجه نقدم ديديكاس لدارنا بابا وامي واخواتي الكل اللي قاعدين يسمعوا عايشك ربي يفضلك ما عندك نحب نسمي شويه اسامي فضل. عندي صاحبي قبيله عمل لي ديديكاس علي دربال نقول له اخويا كل عام وانت حي بخير ان شاء الله عيدك مبروك سنين دائمه ان شاء الله اليوم الوالده جات من العمره قول له ان شاء الله عمره مبروكه ان شاء الله ربي يحييها الامثال زاد العيد وكل شيء اصحابي الكل ان شاء الله نكون ما نسيت حتى حد محمد بشير خالد طارق محمد احمد الناس الكل فراس عم محمد الكيلاني ربي فضله عم محمد بالحق قدم له تحيه كبيره 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 على الاخر والناس الكل الناس الكل الناس الكل الناس الكل الناس الكل اللي تعرف حمزه بالشيخ نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك وربي يحييكم لمثاله وربي يفضلكم وسنين دائما يعطيك الصحه يا حمزه شرع عيدك مبارك ايضا زملاء في قسم التكنيك وجنود الخفاء اللي دائما واقفين على التكنيك زميلنا سهيل سيدي عيدك مبروك يجي اخويا قدم لنا الديديكاس للعائله سيدي عيدك مبروك عليكم مبروك الناس الكل مرحبا بكم ان شاء الله سنين دائما نحب نعمل ديديكاس يعني لبابا وامي واخواتي وعائلتي واصحابي والناس اللي يعرفوا سهيل الكل وان شاء الله سنين دائما الناس الكل وربي يحميكم ويخليكم وديما خليكم تسمعوا فينا على الحياة الفيلم يعطيك الصحة سيدي سلموا على الفامي نتاعك برشا برشا وعلى الوالدة أحمد احنا نقدموا له إجا بحذانا سيدي قدم الديديكاس نتاعك أكيد أحمد من الناس اللي خدموا معنا برشا برشا في بنة رمضان نقول لك احنا زاد يعطيك الصحة وإن شاء الله عيدك مبروك يا سيدي عيدكم مبروك الكل ساعة عيلتي بابا وأمي خويا مرته عيلتي ثاني الحياة فاهم
نمسي محمد ليوين، الدكتور طارق، المدام زينب، سي عبد المجيد، لينا نحن كتكنسيانات، آمنة، نوفل، أيمن، نور، حيم، سهام، أنس، مريم، الأولاد الكل، صاحب الشيخ أبو خلاف نبدأ في الأغنية أنا وياه، صالح شرفنا برشا وكانت إضافتك موجودة على راس. طرحت الديجيتال سيف بول على راس ما نساوش وهبلتو ضحكتو وما تعدى ضحكة لهنا كان به هو أخوي وصاحبي في راس ما اللي نعرفه بعضنا 2011 هبتها وأخوات وأخويا أنه كنا يد واحدة وكنا عائلة واحدة إن شاء الله كنا في شهر رمضان كامل أخذنا منكم الإفادة إن شاء الله نكونوا ونثنيكم زادة كيف كيف كونوا أعطيناكم الإفادة إن شاء الله يا ربي مازلتوا تسمعوا منا خير من هكا وإن شاء الله نكونوا نحن من حسن إلى أحسن وعيدكم مبروك وربي يحييكم المسيل يعيشك يا أحمد مشكور جدا على الديديكاس هذه اللي وفيت وكفيت الحقيقة به من كل أعضاء الإدارة فراس في كلمة أخيرة كان عندك ما تقول أنا فما عبارة تعجبني برشا أنا واحد بون اشتر تقريب ليكيب متاعي من اللي في سوسة في من مساكن فما عبارة تعجبني برشا برشا كي نتعب ونعديو نهار كامل متاع تورناج وكل آخر ليكيب نقول واحنا هاي بسلامة مثال وهما يدوروا على بعضهم يسلموا صحة لبدين صحة لبدين حاب نقول للناس الكل إن شاء الله صحة لبدين خاطر صحة أهم حاجة في الدنيا إن شاء الله عيدكم مبروك إن شاء الله عيد مبروك على الأمة الإسلامية الكل وميرسي بوكو على الاستضافة نور وحياة فام ميرسي بوكو يعطيك الصحة يا سيدي وفي كلمة الختام باسمي واسم إذاعة الحياة فام نحب نشكر كافة الفريق وأيضا نتقدم بالشكر لإدارة الإذاعة على رأسهم سي محمد ليوين أكيد وكل القائمين على الإذاعة من إدارة لكل الفريق يعني من تقنيين من مراسلين من منشطين من الناس كل سهرة إيمان على خدمة الحياة فهم إن شاء الله عيدنا مبروك إن شاء الله عيدكم مبروك إن شاء الله أيامتنا دائما بالفرح إن شاء الله ديما دخلوا البهجة على قلوبكم يا ربي إن شاء الله باش ترجع البرمجة باش نرجعوا لكم احنا كيف ما العادة ولكن مازلتوا تنتظروا العديد من المفاجآت دائما في جو كعاد 93 اللي ترجع لكم بعد شهر رمضان المبارك أربع سوايع كنا معكم من البث المباشر المتواصل إن شاء الله ديما هكا نرجع معكم بالخير والبركة صلاح يعطيك الصحة كلمة الختام عندك يلا لك نور ولكل إذاعة الحياة كل سنة وانتم طيبين وعاوز أقول للسادة اللي بيسمعونا يا رب نكون قدمنا إضافة في رمضان وزي ما قلنا حبوا بعض وكبروا بخاطر بعض ومحدش يزعل من بعض كل الناس تبدأ مع بعض صفحة جميلة وعاوز أقدم تهنئة لكل أهلي في مصر وحبايبي وصحابي وكل اللي أعرفهم هنا في تونس وتهنئة خاصة للي أتمنى اللي بيكون بيسمعني الآن هنا في تونس لأغلى وأعز إنسان على قلبي هنا أتمنى يكون بيسمعني وأقول له عيدك مبروك وكل سنة وأنت طيب وكل عام وأنتم بخير يعطيك صحة الصلاح هكا نكونوا ختمنا معكم بالكمال وبالتمام يعني الأربع ساعات نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة كنت معكم نور بيجي في الميكرو نتقابل إن شاء الله في أفراحنا ودائما في بلاتوتنا الجميلة هذه هي زهرة لفم هكا نكمل معكم البلاتو سبيسيال عيد من الحياة فم تصبحوا على ألف خير وأجواء الفرحة معليكم كنت تكلمونا على 70-035-120-70-035-120 وعيد على العزيز عليك والحياة فم تفرح بيك وإن شاء الله عيدكم مبروك على الحياة فم